مساء الخير واهلا بيكم بحلقه جديده من بوكس تو بوكس. والنبي يا جماعه اللي قابل كيروش ياخده بالحضن ويبوسه من هنا ومن هنا. يعني كيروش دلوقتي بعد النتائج والمفاجآت اللي احنا عمالين نشوفها مع الفرق الكبيره خصوصا الفرق العربيه، يبوس كيروش من هنا ومن هنا، لان كيروش قدر ان هو يتاهل لدور ال 16 من غير ما يحسسنا بازمه. يعني احنا كسبنا غينيا وكسبنا السودان وحققنا الست نقاط وجينا تاني بعد نيجيرنا وتأهلنا دور الستاشر من غير أي حواديت. النهاردة منتخب الجزائر بيقصى من البطولة بشكل، يعني مش عايز أقول مذل لأنه أنا ما أقصدش الإذلال بالمفهوم السيء، لكن مذل لأنه منتخب الجزائر هو البطل، هو حامل اللقب، هو المصنف الأول لهذه البطولة، للفوز بهذه البطولة. بيخسر النهاردة من منتخب كوت ديفوار بالتلاتة وبيقصى من البطولة وبيتزايل مجموعته، والصحافة هناك مش مصدقة والإعلام الجزائري مش مصدقة. وشفنا المباراة عاملة ازاي والصربعة اللي كان عليها منتخب الجزائر والتوتر بكل نجومه وبكل لاعبيه وبكل خبراته وبكل انتصاراته وبكل طموحاته وبكل أماله، إلا أنه خسر لمباراة النهاردة. وتخيلوا منتخب الجزائر لما يلعب ثلاث مباريات في مجموعة فيها سيراليون وغينيا الاستوائيه وكوت ديفوار اللي هي خرجت اصلا من تصفيات كاس العالم، ويخسر مباراتين ويتعادل مباراه بالعافيه مع سيراليون، ويخسر من منتخب غينيا الاستوائيه 1-0، ويخسر النهارده من منتخب الكوت ديفوار يعني 3-1، وبيخرج من البطوله بشكل يعني الحقيقه كان مذل للمنتخب التونسي، كمان هزيمه مذله للمنتخب الجزائري، كمان هزيمه مذله للمنتخب التونسي منذ دقائق. بيخسر من جامبيا في آخر ثواني من المباراة 1-0 بعد طرد الباك رايت بتاع تونس. الكرة بترد هجمة بتترفع من ناحية الشمال، بيستلمها لعيب جامبيا بيشوطها في المقص الشمال لحارس تونس، يحرز هدف الانتصار لجامبيا عشان يكسب منتخب تونس ويتصدر جامبيا مجموعته ويتأهل للدور أيضا الستاشر عن جدارة. منتخب تونس برضو بتأهل على فكرة من أفضل التوالت. من حظ المنتخب التونسي ان المجموعتين اللي قبليه اللي هي مجموعه اللي فيها منتخب مصر اللي هي المجموعه الخامسه والمجموعه الرابعه، المجموعتين التوالت فيها ما تخطوش النقطتين. هقول لكم دلوقتي التفاصيل بتاعه القصص دي ومين اللي تاهل ومين الكلام ده، لكن منتخب تونس بيتاهل بدعاء الوالدين. لعب ثلاث مباريات، لعب مع جامبيا، لعب مع مالي، لعب مع موريتانيا، ما كسبش غير موريتانيا، خسر من مالي وخسر من منتخب جامبيا النهاردة. عشان تبقى أفضل نتائج لمنتخب عربي في هذه البطولة هو المنتخب المصري اللي مش عاجبنا، خد بالك يعني حط تحت دي 100 خط. ليه أنا بقول كده وليه بقول لازم نشكر كيروش وليه بقول لازم نشكر اللاعبين؟ لأنه واضح أن أجواء البطولة دي مختلفة، واضح أن استعدادات كل المنتخبات البطولة دي كانت صعبة في ظل وجود الكورونا، في ظل عدم وجود فترات إعداد قوية لكل المنتخبات، في ظل عدم وجود مباريات ودية قبل انطلاق البطولة لكل المنتخبات، فكل المنتخبات مفتقدة تقريبا الانسجام. المنتخبات الإفريقية أفضل، أصحاب البشرة السمراء من الواضح أنهم أجهز وأفضل زي نيجيريا، حتى السنغال ما كانتش أدائها مرضي، كسبت مباراة وتعادلت ماتشين جايبة جول واحد من بينالتي في الدقيقة 96 لساديو ماني، والمباراتين التانية تعادلوا 0-0 بس اتأهلت كمتصدر للمجموعة باستثناء المنتخب الكاميروني والمنتخب النيجيري. تقريبا كل المنتخبات في مستوى متواضع بجانب المنتخب المغربي اللي قدر برضو يكسب 7 نقاط مع المنتخب المصري، بياخد 6 نقاط في مجموعته والاتنين بيمثلوا المنتخبات العربية في دور الستاشر. طبعا مع جزر القمر اللي حقق المفاجأة وانتصار عمله جزر القمر، على فكرة هذا الانتصار الوحيد اللي عمله أهله كأفضل توالت، كسب غانا فأهله كأفضل توالت للدور التالي أو دور الستاشر. هقول لكم ترتيب المجموعات دلوقتي بعد ما النتائج خلصت. منتخب جامبيا بيتأهل كتاني المجموعة بفرق هدف عن منتخب مالي، مالي في المركز الأول، جامبيا في المركز الثاني، تونس في المركز الثالث، جامبيا ومالي مالي وجامبيا 7 نقاط، منتخب تونس 3 نقاط، يبقى تأهلوا الثلاثة لدور
16. كمان المجموعه بتاعه كوت ديفوار، بيتاهل كوت ديفوار كاول المجموعه بعد فوزه على الجزائر بسبع نقاط. غينيا الاستوائيه كمان بيتاهل بعد فوزه على سيراليون برصيد ست نقاط. سيراليون في المركز الثاني والجزائر في المركز الاول. مجموعتنا تاهل نيجيريا ومنتخب مصر اول وثاني. المجموعه الاولى بتاهل الكاميرون وبوركينا كاول وثاني. المجموعه الثانيه بتاهل السنغال وغينيا كاول وثاني. المجموعه الثالثه بتاهل المغرب والجابون كاول وثاني. التوالت عارفين ان احنا بتاهل 16 منتخب اول وتاني في 6 مجموعات ب 12، وفي 4 من الست توالت بيتاهلوا افضل 4، افضل نتائج الاربعة. فتاهل التوالت بقى، بص، الراس الاخضر اللي هو كاب فيردي عن المجموعه الاولى رصيده 4 نقاط. اتاهل كمان ملاوي عن المجموعه الثانيه افضل توالت ب4 نقاط. اتاهل جزر القمر ثالث المجموعه الثالثه برصيد 3 نقاط. وتاهل المنتخب التونسي ايضا رغم خسارته مباراتين وفوزه مباراه واحده على منتخب موريتانيا، فاتاهل هو كمان لدور ال16 برصيد 3 نقاط. وهيقابل مين بقى؟ هيقابل منتخب نيجيريا، اعتقد وانا شايفه اجهز منتخب حتى الان ظهر في البطوله دي، كسبان الوحيد اللي كسب الثلاث مباريات ومحقق العلامه الكامله اللي هو 9 نقاط. دول ال16 منتخب اللي تأهلوا للدور ال16. هقول لكم بسرعه بقى الماتشات بالظبط مين هيلاعب مين بدايه من يوم الحد. يوم الحد الساعه 6 بوركينا فاسو مع الجابون، دي اول مباريات دور ال16 الحد القادم الساعه 6 على ملعب ليمبي في الكاميرون. في نفس اليوم الساعه 9 مباراه نيجيريا مع منتخب تونس. منتخب تونس دفع ثمن الخساره، كان ممكن يكسب النهارده وكان ممكن يبقى تاني المجموعه بتاعته لو كسب، وكان ممكن ياخر مباراته لو كسب ليوم الاثنين فيكسب يوم تاني زياده في الراحه، انما هيلعب دلوقتي على طول بعد 72 ساعه هيلعب منتخب تونس مع منتخب نيجيريا الساعه 9 مساء. مباراه هتبقى صعبه جدا في ظل الاداء اللي احنا شايفينه للمنتخب التونسي، اداء متواضع جدا في هذه البطوله، وان كان هم بيعانوا من اصابات كتيره جدا بالكورونا من اول البطوله. يوم الاثنين عندنا مباراتين، منتخب غينيا مع منتخب جامبيا الساعة 6، جامبيا اللي هو تاني المجموعة بتاعته المجموعة السادسة، والكاميرون الساعة 9 مستضيف البطولة هيقابل جزر القمر في مباراة يعني تقريبا الكاميرون يعني هيحقق الانتصار بنسبة 90%، وإن كان كرة القدم في هذه البطولة ملهاش كبير يعني. بعد كده يوم الثلاث عندك السنغال مع الراس الأخضر الساعة 6، المغرب مع ملاوي الساعة 9، يوم الأربع كوت ديفوار أو ساحل العاج هيقابل المنتخب المصري الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ومالي مع غينيا الاستوائية الساعة 9 بتوقيت القاهرة. واحنا محظوظين ان مباراتنا يوم الأربع، فعندك أسبوع كامل من امبارح مباراتنا مع منتخب السودان كانت الأربع، فالأربع اللي بعديه فأنت عندك 7 أيام كاملين تقدر تجهز لعبتك وتظبط أمورك والمصابين يرجعوا، فتوح يجهز والونش يجهز، وعلى فكرة كان في بعض والإجهاد اللي كان في بعض اللاعبين والكدمات وكل الكلام ده، تقدر تجهز لعبتك بشكل كبير جدا وتبقى داخل هذه المباراة بقوة. وزي ما قال كارلوس كيروش امبارح، قال بصوا على نتائج البطولة وبصوا على نتائج الماتشات، هتلاقوا كل المنتخبات بتكسب المباريات بصعوبة شديدة جدا، فالبطولة صعبة، الأمور مش سهلة، لكن احنا بداية من دور ال 16 هنعتبر ده الانطلاقة الحقيقية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وانا بالرأي بأكده طول الوقت ومن قبل البطولة بقول وخلال البطولة بقول ان الدور الاول هو استعداد قوي جدا لكل المنتخبات للادوار التالية. البطولة بتبدأ حقيقة من دور الستاشر، الدور الاقصائية ما فيهاش تعويض، كل منتخب هيشحن قوته الضربة بيجهز لعبته لمرحلة الدور الستاشر. حتى قال خلاص كارلوس كيروش انا من دور الستاشر هبتدي اشتغل والعب على ان لازم اكسب 2 و3 و4 و5، لانه ليس هناك وقت للتعويض اطلاقا بداية من دور الستاشر. شفنا المنتخب الجزائري، الصحافة هناك يعني هجمت جدا عندهم المنتخب الجزائري، واعتبرت ان مغادرة حامل اللقب دي يعني من الامور اللي كانت خارج كل حسابات، والمغادرة كمان بشكل مذل، يعني انت بتتكلم خسارتين وتعادل
مين كان يتوقع قبل انطلاق البطولة ان الجزائر لا تستطيع حتى تاخد المركز الثالث؟ يعني لا اول ولا تاني ولا تالت. واحنا امبارح قاعدين نقول ان منتخب الجزائر في المباراة كوت ديفوار يكسب فرق 2 عشان خاطر يتصدر مجموعته، في حال التعادل قاعدين نفصل القصة مش مصدقين، واحنا بنتكلم امبارح بنقدم المباراة مش مصدقين ان ممكن المنتخب الجزائري كمان مش يخسر ويظهر بالمستوى ده، ان يتسايد المنتخب الافواري وبهجوم قوي جدا، يعني باداء عشوائي للمنتخب الجزائري، تقريبا بيحاول المنتخب الجزائري انه يحرز اهداف لكن سيطره عشوائيه، مفيش اداء، في صربعه يعني غير مبرره في ظل الاسماء القويه جدا اللي كانت موجوده في الملعب. وجمال بالماضي حتى بعد المباراه كان مصدوم جدا والمح انه ممكن يغادر تدريب المنتخب الجزائري خلال الفتره الجايه، فحامل اللقب يخرج من الدور الاول بهذا الشكل الحقيقه كانت شيء صعب جدا، وده بيؤكد ان منتخبنا الحمد لله حتى لو ادائنا في البدايه ما كانش عاجبنا قدام نيجيريا الا انه في تدرج في المستوى، يعني انت بتاخد ستيب باي ستيب خطوه بخطوه، كنا وحشين جدا قدام منتخب نيجيريا ثم وحشين بس قدام منتخب غينيا ثم ها يعني معقولين قدام منتخب السودان، على امل ان احنا بقى المباراه القادمه قدام كوت ديفوار نبقى كويسين. خد بالك انك تعدي كوت ديفوار ان شاء الله في المباراه بتاعته هنقابل الكسبان من منتخب المغرب مع منتخب ملاوي في دور الثمانيه، وان شاء الله تبقى امورنا افضل. معايا على التليفون طبعا محللنا الكبير كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق مساء الفل. مساء الفل يا ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ ايه البطوله دي؟ البطوله دي بقى البطوله العربيه خدعت كل الناس، خلتنا رايحين على البطوله معاك حق دي والله صح، وخلتنا احنا رايحين شايفين كل الفرق الكبيره بتأدي بشكل كويس. وانا كنت امبارح مع الكابتن مدحت قلت له مصر هتقابل كوت ديفوار، فرقه كويسه، فرقه منظمه، فرقه بتعرف تلعب كوره، فيها لعيبه. كنت متوقع يا كابتن ان الجزائر مش هتكسب؟ كنت متوقع ان الجزائر، يعني الجزائر بتلعب البطوله دي وهي بطل، يعني ما تلعبش عشان تجاهد وتقاتل وتبقى شركه. وده غريب برضو يا كابتن، يعني الميزه اللي كانت في منتخب الجزائر اخر سنتين الروح القويه جدا كانت بتظهر عليهم في الماتشات. مش احنا قلنا بقى ايه الوصول للقمه سهل لكن الاصعب ان انت تحافظ طبعا على القمه طبعا. ده معناه ان الكابتن حسن شحاته بالمنتخب بتاع 2006 ده يعني محتاج 100 جايزه انه حافظ على القمه 6 سنين. حسن شحاته ده اسطوره. اللي عمله حسن شحاته التاريخ حافظ كده ان اللي حافظ على القمه 6 سنين ورا بعض دي يعني زمان انت بتقول اسطوره مظبوط. 2006 2008 2010 ثلاث بطولات ورا بعض يعني ثلاث بطولات، يعني حسن اسطوره يعني التاريخ كله هيتشهد. انك تحافظ على القمه دي مساله مش سهله طبعا. طبعا طبعا طبعا، وده اللي حصل النهارده. انت بتاخد بطوله افريقيه بعدين بتاخد بطوله عربيه بعدين لا وكابتن مش بس كده، انت 35 مباراه ورا بعض ما بتخسرش وداخل ارقام قياسيه وعمال تحقق ارقام والكلام الناس كلها بتتكلم وبتاع، فيعني ما توقعناش كده. بس لغايه دلوقتي بالورقه والقلم يمكن اللي بان شويه كويس هو فريق نيجيريا، لكن كل الفرق بتجتهد ان التحضير للبطوله كان قليل جدا. البطوله دي فجاه ان انت خدوا الاتحاد الافريقي خد قرار ان البطوله تتلعب، وده انا من وجهه نظري كان على حساب الاداء. يعني على حساب انت هتشوف في الدور 16 ممكن تشوف كمان مباريات وتشوف مباريات يعني ممكن تستمر المفاجآت يعني يا كابتن في دور 16. طبعا طبعا. طب يا كابتن يعني البطوله انا معاك انه كان في نسبه تتخطى ال 60 و70% البطوله تتاجل، ولكن خلاص اتلعبت وتقرر انها تتلعب، مش في حاجه اسمها خبرات لاعبين برضو؟ يعني هل طبعا يعني طبعا. هل النهارده نغفل خبرات لاعبي منتخب تونس او منتخب الجزائر عشان يظهروا بالمستوى ده؟ هو منتخب الجزائر يملك لعيبه عندها خبرات كبيره جدا. راحت فين؟ ولكن التحضير للبطوله ما كانش بشكل جيد. ولا كان في غرور شويه؟ البطوله العربيه دي ممكن يكون اللعيبه مجهده، اللعيبه مثلا ما استعدتش البطوله الافريقيه، التحام البطوله العربيه. بس عدد كبير من اللعيبه ما كانش مشارك في البطوله العربيه يعني المحترفين كلهم. البطوله العربيه انت بنيت على منها ان احنا شايفين حوالي 6-7 لعيبه في المنتخب الجزائري موجودين بيلعبوا، لعيبه اساسيين كانوا بيلعبوا في البطوله العربيه. تمام. ده يخليك انت في التحضير بتاعك اعتمدت عليهم. الاحتكاك الافريقي غير الاحتكاك العربي خالص. مفيش مقارنه طبعا. انا كنت بتكلم ان انت لازم يبقى عندك اربع عناصر موجودين، انت قلت على نقطه مهمه جدا الخبره. الخبرات الافريقيه دي نمره واحد. طبعا. نمره اثنين المعدل البدني، لازم تبقى عندك القوه والسرعه زي اللي شفناه النهارده. فريق تونس اكبر مثال، فريق تونس والجزائر بيخش في الجزائر ثلاث اهداف وهي بتقاتل عشان تجيب الهدف يحسن من شكلها، راح جاي فيها الهدف الرابع اللي اتحسب اوفسايد. مظبوط. النهارده تونس مش قادره تجاري فريق جامبيا.
جامبيا ده مش قادر اجريه. خد بالك جامبيا يا كابتن اول مره اصلا تشارك في بطوله افريقيا. يشارك في البطوله الافريقيه. ورغم كل ده المعدل الاحتكاك المعدل البدني لصالح الكره الافريقيه. الحاجه بقى اللي احنا نتكلم عليها لغايه دلوقتي احنا وخصوصا الفرق العربيه، انت لغايه دلوقتي بتلعب البطوله الافريقيه او البطوله العربيه وانت لسه قاعد بتحدث او بتحط في تشكيل الفرق عناصر جديده مش قادره تتاقلم على الجو. البطوله الافريقيه ليها لعبتها بمعنى الاصح. اللي هي عندها الخبرات اللي احتكت بتلعب في الانديه بتاعتها في البطوله ابطال دوري الكونفدراليه وبعدين يروح على البطوله الافريقيه. كل الحاجات دي انت ما بتصفلهاش. الحاجه المهمه جدا طريقه اللعب، انت لازم بقى مش طريقه اللعب، انت بتلعب في بطوله افريقيه اللعيبه دي معظمها محترفين بيلعبوا في البطولات الاوروبيه. تمام. او في الدوريات الاوروبيه. تمام. اللعيبه دي من كل مباراتين ثلاثه بيغيروا طريقه اللعب. انت مصمم على طريقه لعبه معينه، مصمم على لعيبه معينه. انا مع الراجل، انا يعني انا وانا معاك المداخله اللي فاتت اتكلمت ان انا مع كروش ونساندو ونخليه يبقى واقف على رجله واللعيبه يعني الفتره اللي جايه هو ادوار المدربين لغايه هنا انتهت. يعني دور المدرب لغايه هنا انتهى. انت قلت النقطه اللي انا دايما بقولها، هنا بقى عنصر الخبره هو اللي يفرق بتاع اللعيب فين جايه بقى بتاع اللعيبه. اه طبعا ادوار اللعيبه النهارده يا كابتن كوت ديفوار خبرات الخط الهجوم بتاعه الثلاثه بتوع خط الهجوم النهارده اللي كسبت المنتخب الجزائري. ما ليه ده ممكن كان جابوا له خمس ست جوال فوق ثلاثه بالظبط، يعني فوق ده محترف في ارسنال ولا ما اعرفش فين في الدقيقه 4 من الوقت بدل ضايع جابوا جول الرابع. ما تحسبش، فانت شايف اللعيبه معدل بدني الاحتكاك القوه الالتحام كله لصالح الكره الافريقيه. احنا لازم نقول ان المرحله دي انتهت كمدربين. يعني دور المدرب ما بقاش بنفس القوه اللي بدا بيها والاختيار والتشكيل. طب كابتن فران حسن حضرتك بصفتك يعني محلل ومدرب قدير، احنا لما يعني هاجمنا كيروش جدا لانه متحفظ، تيجي تلاقي مثلا جمال بالماضي مش متحفظ يعني بيلعب وفاتح وعنده لعيبه وعايز يطلع كل ففتح فخسر ماتشين وتعادل ماتش في مجموعه يعني فيها سيراليون فيها غينيا الاستوائيه، المفروض ان منتخب الجزائر ما يتقارنش بالمنتخبات دي ورغم كده خسر ماتشين. هل كان كيروش صح؟ يعني تحفظ كيروش كان صح؟ لازم تبدا، يعني انت بدات في البدايه وافتكر سنه 86 احنا في البدايه مع السنغال في مصر وخسرنا. لكن بعد كده انت رجعت البطولات المجمعه واللعيبه المصريين عندها الخبره البطوله في الاخر تتعامل في البطولات اللي هي المجمعه يادوا بشكل كويس. الادوار بتاعت اللعيبه كل واحد بقى عارف اللعيبه شكل البطوله عامله ازاي، رجليهم موجوده في الملعب ان هو يدوس وياخد احساس الملعب في البطوله هيبقى جاي في المرحله اللي جايه. امبارح كروش قال حاجه مهمه جدا، قال لك ما تسالنيش على البدايه كلمني على النهايه. مظبوط، وده بكلام راجل محترف. كلام محترم طبعا. طب انت يعني التحفظ بتاعه كابتن في الاداء يعني نقدر نقول ان هو كان صح فيه؟ يعني هو تهاجم جدا على ادائه في الثلاث مباريات وان هو الاداء ما كانش مرضي للناس لكن النتائج صعدت بيك. هسألك سؤال، هو كروش قبل كده ادار فرقه في البطوله الافريقيه؟ ده أول مرة يصلا يمر في أفريقيا، أول مرة يمر في أفريقيا. أول مرة فلازم يكون متحفز، عايز يشوف البطولة دي إيه؟ اللعيبة المستوى بتاعها الفني عامل إزاي؟ المستوى التكتيكي بتاعها عامل إزاي؟ الدوافع المعنوية والنفسية عاملة إزاي؟ البطل بيعبر عن نفسه إزاي؟ ما البطل ده مش ممكن يبدأ بطل، البطل ده بيتولد أثناء البطولة، ما تقولش البطل ده أنا هبدأ البطولة بالجزائر اللي هي البطل، لأ، الجزائر خرجت بره، لكن البطل بيتولد أثناء البطولة. مظبوط. هو بيفضل يتأقلم مع الجو العام، يعيش الجو بتاع المباريات، اللي يبدأ يكتسب خبرات في البطولة، يعرف الفرق ويبقى عارف الفرق شكلها عاملة إزاي، كل مدرسة في الفرق دي مدرسة شكلها عامل إزاي، هو ده الفكر، ده الفكر. طب هل الناس عشان تطمن يا كابتن فاروق منك، هل في تطور في أداء المنتخب المصري من نيجيريا لغينيا للسودان ولا نتيجه اختلاف المنافس انه اكيد غينيا اقل من نيجيريا والسودان اقل من غينيا ولا احنا متطورنا سنه بسنه عمالين نتطور ونزيد؟ لا كلامك جميل، وانت المقدمه كنت بتقولها كانت كويسه جدا ان انت لعبت مع نيجيريا هي رايقه فايقه عنك وعندها المنتخب الوحيد على فكره اللي واخد 9 نقاط يعني هو عامل علامه وحيد. هو فرقه بتلعب كوره وفيها تنظيم وكده. انت بقى تكتسب التنظيم في البطوله، تكتسب الخبره في البطوله، تكتسب النواحي التكتيكيه في البطوله، كان الدور الاول اعداد بتاعك لما بعد ذلك بالظبط عليك نور. انت جبت الخلاصه. انت دلوقتي الدور اللي هو الدور العد ده تمام
الدور التمهيدي ده هو فترة الإعداد لدور ال 16. هو ده الكلام بقى اللي أنت قلته ده، ده خلاصة الكلام. هو ده اللي أنت بتشتغل، إن إزاي توصل للعيبة لدور ال 16. مظبوط. مثبت التشكيل، مثبت طريقة اللعب، عارف اللعيبة البديلة اللي هتقدر تطور الأداء، عارف الأماكن ممكن تكون أنت لعبت لعيبة وما كانش التوقيت بتاعها مش مناسب، جذفت بلعيبة واللعيبة دي ما تقدرش تتحمل ضغط المباراة الإفريقية واللياقة البدنية، وأنت محتاج لعيبة عندها خبرات، لعيبة تكون جاهزة، ما تجذفش بلعيب يكون مصاب وعايز ترجعه الملعب غصب عنه، اللعيب مهما كان عايز يبقى كويس، لكن في حاجات بتمنعه. طبعا طبعا اللياقة البدنية مش كويسة، لو مش جاهز 100% بدنيا او ذهنيا حتى او بالضبط. طبعا. طب كابتن فاروق، احنا محظوظين ان ماتشنا الاربع، يعني احنا خد بالك احنا عندنا برضو من الحاجات السعيده يعني ان ماتشنا بيننا بين ماتش امبارح واللي جاي 7 ايام. بعيد او بالظبط كده، انت تاخد بقى تجهز يعني وتظبط عمر جمال عبد الواحد كان تعبان او يرجع يبدا يرجع تعمل له ريفريش، عندك فتوح تجهزه، فتوح الونش يجهز، لعيبه كتير هتبقى في الفتره الجايه، هتلاقي اللعيبه كلها بتتنافس عشان تبقى موجوده في البطوله. دايما البطل يشوف البطوله، يشوف الدرع، يشوف الكاس، يقعد يسعى ان هو يروح له. طب عندي سؤالين يا كابتن، عندي سؤالين. بعد ما خلاص احنا عرفنا اطراف دور ال 16، هذكر حضرتك بوركينا مع الجابون، نيجيريا مع تونس، هيبقى ماتش صعب جدا على التوانسه. طبعا طبعا. غينيا مع جامبيا، الكاميرون مع جزر القمر، برضو عامل مفاجأة جزر القمر وأول مرة يشارك في البطولة ويصعد لدور الستاشر كأفضل توالد، وجامبيا نفس الكلام أول مرة يشارك ويصعد، السنغال مع الرأس الأخضر، المغرب مع ملاوي، ساحل العاج اللي هو كوت ديفوار مع المنتخب المصري، ومالي مع غينيا الاستوائية. دي مباريات دور ال 16. عندي سؤالين بقى. شايف مباراة الأول كوت ديفوار مع منتخب مصر المنافس نواجهه ازاي، نلعب معاه ازاي؟ يعني هل ده افضل المنافسين دي؟ لو جينا نقول ساحل العاج او الجزائر، هل كان بالنسبه لنا ساحل العاج افضل، ولا كنا الجزائر بمستوى ده كان بالنسبه لنا افضل؟ لا لا، احنا مع شمال افريقيا ما بنقدرش نلعبه بنفس القوه بنفس الحماس، بيعرفوا يستدربونا هم ويوترونا. ما بيبقاش نفس الطموح وانت بتلعب غرب افريقيا، بتلعب جنوب افريقيا، الحتت دي يبقى عندك بيعمل لك 100 حساب. تاثير الدول العربيه بيبقى عندك الدوافع اكتر. انا شايف يا محمد الفتره اللي جايه ان اللعيبه هي اللي صاحبه القرار، لعيبه تجتمع مع بعض وتقعد في المحاضرات، وكل لعيبه بيقعدوا اتنين جنب بعض يقعدوا يتكلموا. هو حسن شحاته كانت مستو ايه او كابتن جوهري ان بيخلي اللعيبه دايما اللعيبه بيلعبوا جنب بعض، بيعيشوا مع بعض، يبقوا قاعدين بياكلوا ويشربوا وعايشين مع مزبوط بعض، ليهم دايما قاعدين يتكلموا، اما الكوره تبقى هنا ابقى انا اتحرك زي ما الكوره، هو ده بيتكلموا كتير مع بعض. مظبوط بالظبط. وانت قاعد في معسكر تاكل وتشرب وتتمرن وبتقعد في المحاضرات، بجانب بقى ان انت مسكن الولاد مع بعض، فدي تديك دفعة كويسة. الدفعة الثانية اللي هي مهمة جدا، انا ما بطلب منك وظائف في الملعب، لازم الوظائف، انت ما تقدرش تعمل وظيفة لوحدك، لازم يكون معاك لعيبة زمايلك بيساعدوك يخلوك ترتقي من المستوى ان انت ما بتأدي المهام بتاعتك وتأديها بشكل كويس. لازم الفرقة كلها تشيل بعض في الملعب. والنهارده الجزائر خسرت ليه؟ الجزائر بتلعب بنص ملعب ومهاجمين ما بتلعبش بدفاع. مظبوط. تونس النهارده خسر في الاخر ليه؟ ان بتلعب بنص ملعب ومهاجمين وما بتلعبش في الدفاع. اذا انت قريت الجول يا كابتن اللي جه ده يعني في اخر دقيقه طبعاً. يعني ده فوضى في الدفاع التونسي، وخلي بالك ده بقى الكره معديه ولوحده ووقف وشاط مرفوعه من الشمال لغايه ووقف لوحده وسند وحط الراجل بيوقف الكره على صدره وبتعمل البند ويحط وش رجله فيها في القريبه، مش يعني في اخر دقيقه كانه بيتمرن كانه تدريب، ما فيش لعيب غريب جدا. صح صح، فيش تركيز. مظبوط بالظبط. يعني فانت بالتالي انا شايف ان الانجازات اللي ان شاء الله البطل اللي عايز يحقق البطولات، وان شاء الله مصر تحقق البطوله، ان اللعيبه يبقى عندها الدافع، عندها الشراسه في الاداء، عايزين البطوله. طب المنتخب الايفواري يا كابتن ظهر انه بيتاس بسرعه شديده جدا في نص الملعب في الهجوم الحقيقه، وعنده لعيبه على مستوى عالي جدا، اسمه ايه بتاع الميلان ده اللي في نص الملعب، اللي هو كيسي بتاع الميلان ده اللي في نص الملعب. انت شايف ان نلعب بثلاثة في نص الملعب، بيلعب خلاص 4-3-3 كيروش، نص الملعب الثلاثة يبقوا مين بقى؟ هل يبقى السولية مثلا مع النني مع شايف زيزو ولا عبد الله السعيد زي ما هو بيلعب، ولا يحط هاف ديفندر ثالث زي ما انا عايز او مهند؟ دي بتبقى محتاجه جري اكتر، مرونه اكتر، رشاقه اكتر، مهاره اكتر في الفتره دي. انت عبد الله، انا عبد الله طبعا من اللعيبه الكبيره اللي ليه الشهاده لكل الناس ولعيب محترم جدا، انت ممكن تحتاج عبد الله في تطوير الاداء او المحافظه على نتيجه. هنا الخبره والبطء في الاداء تبقى انت محتاجه،
احتاج عبد الله. يعني يلعب بالسوليه وحمدي فتحي والنني مثلا، ولا يلعب بزيزو؟ لا لا لا، يلعب وحمدي والسوليه، حد مهاري يكون بيلعب في نص الملعب. يعني ممكن زيزو ده يلعب نمره 10، هتلاقيه بيأدي بشكل كويس. ما بيلعبش ب 10 يا كابتن كيروش لا، هو ما بيلعبش، لكن يلعبه الفتره اللي جايه نمره 10. انت عايز واحد مهاري، واحد يروح على الجول. انت شفت النهارده يخطف، يعني يخطفهم يعني بالظبط. السرعه، المهاره النهارده هي اللي فرقت. يعني لو اتفرجنا على الاهداف اللي جت في الجزائر كلها مهاره، والهدف اللي جابته الجابون في تونس كلها مهاره، بتعتمد على المهاره. ثاني حاجه اللي انا بقوله ومهم جدا، ان في لعيبه انت هتحتاجها الفتره الجايه. يعني سيبك بقى من الانتماءات، انت تتكلم على مصر، انت تتكلم النهارده على المنتخب الوطني. النهارده مثلا انت هتحتاج رمضان صبحي تبدأ جاهزه معنويا ونفسيا. الحته دي برضك ده لازم، ده لازم واحد عنده خبره يقدر يشتغل فيها، يعمل لك طفره كبيره في ناحيه الشمال. خد بالك رمضان صبحي وامام عاشور ممكن تحتاجه في نص الملعب، وتحتاجه في نص الملعب كبديل لحمدي والسوليه والنني. مظبوط. وانت محتاج اللعيبه اللي عندها بقى اللي عندها مخزون بدني كويس دلوقتي تقدر تطلعه لك في المباريات. هتدور على الارهاق، انت مش محتاج تدور على لاعيبه ارهاق. انا شايف كمان عمر كمال عبد الواحد هيبقى الفتره الجايه كويس. كمان انا بشيد بشكل كويس جدا بحجازي وايمن اشرف وعبد المنعم، يعني الثلاثه اللي ورا دول بيأدوا بشكل كويس جدا جدا جدا، ملتزمين جدا وملتزمين التزام شديد جدا بصراحه جدا. وطبعا معانا الوحش بقى اللي هو الشناوي، فانت عندك فرقه كويسه. خليهم بقى يعيشوا في جو ان هم بيشتغلوا. طب اخيرا يا كابتن، اذا قلت لك ترشيحاتك لدور الثمانيه من بدري بسالك اهو، اصل الماتشات هتبدا من يوم الاحد. يعني بوركينا والجابون ترشح مين؟ يعني مين يا فندم؟ بوركينا والجابون مين يكسب؟ بوركينا والجابون، انا بقول بوركينا فاسو. وانا معاك بقول بوركينا. فرق رزلة. نيجيريا وتونس للاسف. نيجيريا للاسف. غينيا وجامبيا. غينيا، منتخب غينيا، مع ان جامبيا غينيا احسن، كرتهم احسن. مع ان جامبيا مفاجاه الحقيقه في البطوله دي. المفاجاه الحقيقه ما تستمرش. ده 7 نقاط يا كابتن، ده جامبيا جايب 7 نقاط. معلش، عشان المجموعه بتاعتها مش قويه. لا ازاي ده معاه مالي وتونس وموريتانيا؟ يعني مالي منتخب قوي وموريتانيا، ما تونس بالحاله دي مش جايه. تمام، موريتانيا مش جيده. يعني السنغال والراس الاخضر، السنغال اعتقد السنغال طبعا هو المرشح رقم واحد في افريقيا. المغرب وملاوي. المغرب. كوت ديفوار ومصر. مصر بس فير ولا عشان مصر؟ خالص. لا. يعني ده انت بتتكلم فنيا بجانب الانتماء. يعني انا بتكلم فير جدا بجانب الانتماء. انا عندي نمره 1 و2 و100 ومليون مصر طبعا، لكن فنيا انا اقصد برضه منتخب مصر. مصر افضل فرقه فنيه لغايه دلوقتي هو نيجيريا لغايه دلوقتي. مصر ونيجيريا بقى، يعني انت عندك الشيء عشان يستوي بياخد وقته. انت دلوقتي دخلت الجو مستني بقى ان الفرقه تستوي شويه. يعني انت شايف دلوقتي نيجيريا ومصر افضل فرقتين في البطوله حتى الان؟ افضل فرقتين وعندهم افضل لعيبه موجودين في البطوله. تمام. طب مالي وغينيا الاستوائيه؟ مالي وغينيا الاستوائيه. مالي فرقه كويسه، وغينيا خد بالك مفاجاه برضه، وغينيا كويسه. هذا ماتش صعب، عندها خبرات، بيلعبوا كوره غريبه جدا. الكوره بتتلعب على الاطراف في مالي، دي نموذج في استغلال الاطراف. تمام. كابتن فاروق، انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك. وان شاء الله كده يكون وشك حلو علينا وعلى المنتخب المصري كالعاده. يعني بشكرك جدا يا محللنا ونجمنا الكبير كابتن فاروق جعفر. هقول لكم ترشيحات كابتن فاروق في دور ال 16 اللي هيتقالوا دور الثمانيه من وجهه نظر. بوركينا هيكسب الجابون، نيجيريا هيكسب تونس، غينيا هيكسب جامبيا، الكاميرون هيكسب بجزر القمر، السنغال هيكسب الراس الاخضر، المغرب هيكسب ملاوي، منتخب مصر ان شاء الله هيكسب كوت ديفوار، ومنتخب مالي هيكسب منتخب غينيا الاستوائيه. دي ترشيحات الكابتن فاروق جعفر لهذا الدور اللي هو دور ال 16. اذا منتخب مصر يعني بعد الاداء كله اللي خلص والمباريات اللي انتهت وانتهاء الدور الاول، لما تيجي بقى تصنفوا الوقت من المنتخبات من افضل 4 منتخبات في البطوله، هتلاقي المنتخب المصري موجود ويعني بيضاهي المنتخب النيجيري. هتقول الكاميرون، نيجيريا، مصر، وبعدين تجيب بعد
والمغرب وبعدين تجيب بعدهم السنغال ثم تنزل. لكن منتخب مصر دلوقتي من على الأقل من أفضل أربع منتخبات في هذه البطولة. وإحنا لازم الفترة الجاية ندعم جدا 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 المنتخب المصري. وعايز أقول لكم على حاجة، الدعم إن أنت على السوشيال ميديا لازم تبقى إيجابي طول الوقت. اللعيبة بتدخل وأهاليها بتدخل والناس بتدخل، فلازم الناس تحس بأن الروح المعنوية ارتفعت في الشارع المصري، وإن إحنا دلوقتي بنطالب اللعيبة إن هم يعني يتحملوا المسؤولية بشكل أكبر، وإن هم الروح تبقى أعلى في المباراة بتاعت كوت ديفوار يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. لأن أنت لو تخطيت مباراة كوت ديفوار أعتقد فرص مصر هتبقى عالية جدا، حتى لو هيواجه المنتخب المغربي، لكن فرصنا هتبقى عالية جدا في التأهل للدور قبل النهائي. وبعد كده لما منتخب بقيمة وخبرات المنتخب المصري يتأهل للدور قبل النهائي، أعتقد أن الأمور هتختلف جدا بالنسبة لنا. مين بقى اللي هيولول لما منتخب مصر يصعد للدور قبل النهائي؟ موسيماني. لأن منتخب مصر لما يصعد للدور قبل النهائي معناه أن كل لعيبة الأهلي مكملة مع منتخب مصر نهاية البطولة. لأن أنت إذا وصلت دور قبل النهائي، إما أنك هتوصل نهائي فهتلعب يوم 6 فبراير، أو لا قدر الله خسرنا في قبل النهائي هنلعب ثالث ورابع، فكده كده مكملين لغاية آخر البطولة في الوقت اللي هتنطلق فيه كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير، وهيلعب الأهلي يوم 5 فبراير مع مونتينير المكسيكي، فهيغيب عنه كل اللعيبة اللي منتمية أو منضمة للمنتخب المصري خلال هذه الفترة. إنها مش مشكلة، الأهلي هيتحمل إن شاء الله المسؤولية، وإن شاء الله هيتحمل قدام المونتينير المكسيكي. المهم إن منتخب مصر يستطيع إن يوصل لأبعد نقطة ويحقق طموحات الشعب المصري والجمهور المصري كله في هذه البطولة، اللي تحقيق نتائج إيجابية فيها بشكل كبير وقوي جدا هيبقى مسج قوي جدا لتصفيات كاس العالم بقى اللي هي القرعه بتاعتها يوم السبت ان شاء الله. هنعرف هنلاعب مين يوم السبت. المرحله الثانيه والاخيره في كاس العالم هيبقى رايح جاي، الخمسه المصنفين الاول والخمسه المصنفين الثاني لو تفتكروا يعني. والمباراه الاولى هتبقى على ارض، يعني المباراه الاولى على ارضنا احنا لان احنا المصنفين الثاني، والمباراه الثانيه بتاعتنا هتبقى على ارض المنافس بتاعنا اللي هتحدد القرعه يوم السبت المقبل. وهتبقى روح المعنويه مرتفعه جدا وانت داخل تصفيات كاس العالم لما نحقق نتائج كبيره وطيبة في كأس الأمم الأفريقية. وعايز أقول لكم إن المصنفين الأوائل لما تيجي تبص كده في الترتيب الخمسة المصنفين الأوائل، تعال نبص هتلاقي اللي عمل نتائج قوية في البطولة دي منتخب نيجيريا اللي هو كان بعيد عن الفكرة. يعني احنا دايما كنا نقول الجزائر السنغال بعدهم المغرب وتونس، هتلاقي منتخب نيجيريا اللي هو المصنف الخامس هو أفضل النتائج. الجزائر خرج، تونس بالكاد بيصعد بالعافية لولا النتائج التوالت التانيين كانت سيئة، ما كانش صعد لأنه خسران مباراتين وكسبان مباراة واحدة. هتلاقي المنتخب المغربي لحد كبير مستوى جيد في هذه البطولة مع المنتخب فقط النيجيري، والسنغالي مستوى عادي جدا في هذه البطولة رغم أنه صعد أول مجموعته، لكن النتائج تعادلين بدون أهداف وفوز 1-0 بضربة جزاء. والمنتخب المصري هو أفضل النتائج الموجودة حتى الآن مع المنتخب المغربي في المنتخبات العربية. خلوني انا معايا تويتر. بص بقى يعني خد بالك، عمرو ازيك عامل تويتر اهي بيقول لك انا جاهز. فاكرين هو حاطط صوره لمباراه منتخب مصر مع كوت ديفوار، المباراه دي في 2008 احنا كسبنا هتاخد 4-1، احنا كسبنا الماتش ده 4-1، عمرو زكي كان جايب جون في الماتش ده. طبعا عمرو زكي بيستعيد الذكريات. والله انا عايز اقول لكم كده، انا كنت مجهز لكم شويه معلومات عن منتخب كوت ديفوار كده بسرعه عايز اقولها لكم. بيلعب طبعا بطريقه 4-3-3 بطريقه كده مشابهه للمنتخب المصري، هدافه نيكولاس بيبي ده لاعب الارسنال الانجليزي، وفي سباستيان هالر برضو ده هداف دوري ابطال اوروبا. وعندك على الشاشه اهو نجوم الفريق وتشكيله المنتخب الايفواري. احنا في كاس الامم الافريقيه لعبنا مع منتخب كوت ديفوار 10 مرات، احنا كسبنا 7، منتخب كوت ديفوار كسبنا مره، اتعادلنا مرتين، سجلنا فيه 19 مره و19 جول وسجل فينا 8 تجوال. يعني احنا حظوظنا افضل من منتخب كوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه. انا متذكر نهائي 2006 في كوت ديفوار تعادلنا 0-0 لو تفتكروا، بركلات الترجيح كسبنا البطوله دي في 2006، وكان هم عندهم بقى دروجبا
الجيل ده كان جيل عظيم جدا وقدرنا نتغلب عليهم. بيتولى تدريبهم باتريس بوميل، ده اول مره بيبقى الرجل الاول كمدير فني معاهم في البطوله دي. طول عمره مساعد، كان في فرنسا في مونبلييه، كان مساعد في منتخب زامبيا وانجولا، وكان في نادي اتحاد العاصمه الجزائري، وكان حتى مساعد في كوت ديفوار وفي المغرب. لكن دي اول تجربه ليه كرجل اول. هو كان خلف للمدرب ابراهيم كامارا، ده مشي في مارس 2020. كمان اتاهلوا في صداره المجموعه بتاعتهم بسبع نقاط، كسبوا غينيا الاستوائيه والجزائر وتعادلوا مع سيراليون، سجلوا 6 جوال ودخل فيهم 3 جوال. ابرز انجازاتهم كسبوا كاس الامم الافريقيه قبل كده مرتين، 92 و2015 احنا كسبناها 7 مرات، التاريخ طبعا احنا افضل بكتير. كمان سجلوا، احنا سجلنا على مدار تاريخ المباريات بقى كله على بعضه كده 33 جول. طبعا ابرز نجومهم انت بتتكلم فرانك كيسي ميلان الايطالي، بتتكلم كونان فريميل الفرنسي، طبعا معظم لعيبتهم محترفين، ابراهيم سانجار ده في اندهوفن، جيان اكبا ده في لاتسيو الايطالي، كمان حميد تراودا في ساسولو، كل دول نص ملعب، جيان سير ده في فولهام الانجليزي، انت كمان جيريمي بوجا ده في ساسولو الايطالي، عندك طبعا في الهجوم هالر ده في اياكس الهولندي، وزاها نجم كريستال بالاس الانجليزي، بيبي في ارسنال الانجليزي، كمان عندهم كوامي، كريستيان كوامي ده في اندرلخت، وكريم كوناتي ده في اسك برضو في خط. عندهم لعيب على فكره بيلعب عندنا في بيراميدز اللي هو الفريد كانون ده في خط الدفاع، وعندهم سيرجي اوريه ده في فياريال الاسباني يعني، وايريك بايلي ده في مانشستر يونايتد الانجليزي، وبولي في ولفرهامبتون الانجليزي، كوسونو في باير ليفركوزن الالماني، ديلي في ادنا سبور التركي، كورني في بيرنلي الانجليزي. يعني انت بتتكلم في نجوم الحقيقه محترفين، لكن المنتخب المصري ان شاء الله تبقى حظوظه افضل في دور الـ16. نطلع بسرعه كده ناخد ابرز العناوين القادمه في اخبار هذه الحلقه. ضياء السيد يحتوي غضب زيزو ويطالبه بتكرار تجربه البديل الذهبي، ولمنع استخدام واستعمال السوشيال ميديا كيروش يدرس سحب هواتف اللاعبين قبل 48 ساعة من المباريات، والحضر يرسم للاعب المنتخب الفوز باللقب الإفريقي على أنغام بوركينا فاسو، وإصابة غير معلنة للشناوي تثير الذعر في معسكر الفراعنة نكشف عنها، لجنة التخطيط في الأهلي ترفض اقتراح موسيماني بمزاحمة الزمالك على ضم جناح سان داونز سيرينو، والأهلي يدرس في الخفاء عقد عمر كمال عبد الواحد، وموسيماني يحدد ترتيب بدلاء أكرم توفيق، وتحديد بديل بدر بانون في مونديال الأندية، وموسيماني يؤجل قراره، مصطفى فتحي للزمالك مش هجدد حتى لو فشلت صفقة التعاون، كلام نهائي يعني. بعد مباراتين في كاس الرابطة كارتيرون يتحجج لإدارة الزمالك مفيش بديل لفرجاني، وبعد مطالبته بجلب عرضه والرحيل بن شرقي يرفض يتمسك بالرحيل المجاني في نهاية الموسم مع الزمالك، والفيفا يمهل الزمالك 15 يوم قبل فسخ التعاقد مع سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي، ونبدأ من اليوم فقرات انتخابات الزمالك المرشحان ماجد الحنبالي ومحمد حمدي في ضيافة بوكس تو بوكس. ضرب المنتخب الإيفواري موعدا مع المنتخب الوطني في الدور الثاني
بعد فوزه العريض على الجزائر بثلاثة مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات والتأهل في صدارة المجموعة الخامسة. ووصل منتخب مصر للدور المقبل بعدما حل وصيفا للمجموعة الرابعة بانتصارين على السودان وغينيا بيساو وهزيمة أمام نصر نيجيريا، بينما وصل المنتخب الإيفواري لدور 16 في صدارة مجموعته بانتصارين على غينيا الاستوائية والجزائر وتعادل وحيد أمام سيراليون. ويبتسم التاريخ للفراعنة على حساب الأخيال في تاريخ مواجهات المنتخبين، وواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في 16 مباراة، فازت مصر في 10 مباريات وخسرت في 4 مناسبات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل بين المنتخبين. وسجل المنتخب الوطني المصري في 16 مباراة 25 هدفا واستقبل 18 هدفا. وتحمل مواجهات الفراعنة والأفيال في أمم إفريقيا بشرة خير للمصريين، حيث كان عبور مصر لنصف نهائي نسخة أمم إفريقيا ببوركينا فاسو 98 على حساب كوت ديفوار في دور الثمانية، كما التقى المنتخبان مرتين في نسخة 2006 انتهت الأولى بفوز الفراعنة بثلاثة مقابل هدف واحد في دور المجموعات، وحسم الفراعنة الفوز والتتويج باللقب في النهائي بركلات الترجيح. بعد عامين تصادم منتخب مصر وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008، كانت الأفيال تسعى للانتقام والثأر بعد الخسارة في نهائي 2006، لكن نجحت الفراعنة بالفوز برباعية مقابل هدف. فهل ستكون مواجهة الأفيال في الدور المقبل بوابة مصر لتتويج قاري جديد؟ عندي حاجتين عايز، يعني دايما بنسى اقول النتائج بتاعه كاس الرابطه، فمش عارف اقولها بقى ولا اعمل ايه. يعني النهارده كان في 3 ماتشات في كاس الرابطه، طبعا في ظل يعني الماتشات المهمه بتاعه كاس الامم، فكاس الرابطه ممكن نتفرج، لكن يعني الاهتمام يعني مش قوي. استن كامباني بيخسر النهارده من الاتحاد السكندري 1-0، بيراميدز بيخسر مباراته الثالثه على التوالي في كاس الرابطه، بيخسر من المصري 1-0، وفيوتشر بيكسب مصر للمقصه 1-0. فيوتشر بتصدر المجموعه الاولى برصيد 9 نقاط، مصر للمقصه الثاني برصيد 7 نقاط، الاتحاد السكندري الثالث 6 نقاط، المصري الرابع 4 نقاط، بيراميدز الخامس بلا رصيد زيه زي إيسترن كامباني، خسر الثلاث ماتشات ففي المركز الأخير وقبل الأخير إيسترن كامباني ونادي بيراميدز. ندي نتائج كاس الرابطة بتاعت النهاردة. بكرة برضو في ماتشات هقولها لكم في كاس الرابطة. الإسماعيلي هيواجه البنك الأهلي الساعة 2:30 نفس التوقيت، سموحة مع الجونة، والساعة 5 بالليل هيكون الأهلي مع المقاولين العرب. والأهلي بيعمل حاجة غريبة جدا، هيلعب بكرة برضو بالشباب باستثناء محمد محمود، ويعني هيلعب برضه بالشباب. يعني ما اعرفش امتى اللعيبه الكبار هيجهزوا لكاس العالم للانديه. حتى الان القوام الاساسي للنادي الاهلي ما ظهرش حتى في مباريات كاس الرابطه. عندي خبر كده لطيف وطريف، قال لك انه منتخب مصر بعد ما تاهل امبارح واتانتخ خلاص وكسب السودان، طلبوا بثلاث حاجات من الاتحاد الكره المصري يبعتوهم في الطياره بكره. ايه بقى طالبين؟ لحمه كتير جدا عايزين يتغذوا، يعني لما عرفوا هيقابلوا كوت ديفوار الظاهر عايزين بقى فخد وموز وحاجات كده يعني، وطالبين مكسرات اديها بقى فستق ولوز وبندق وكاجو، يعني ماشي مكسرات، طالبين مكسرات برضو كتير. اعتقد ان كيروش ما بينامش بيسهر طول الليل عايز يتسلى ولا حاجه. وطالبين البان، يعني بقى لبن خالد دسم، يعملوا بقى تعفير كالسيوم، بقى محتاجين كالسيوم ومحتاجين يرموا العظم شويه، فعايزين لبن يعملوا بقى هوت شوكليت بالليل، مع ان الجو يعني احنا هنا محتاجين احنا ال- 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 الكاكاو، مش الهوت، الكاكاو، عارفين الكاكاو احنا محتاجين احنا هنا في البرد ده، لكن هناك طالبين البان وطالبين زبادي وكل الكلام ده. كانت البعثه برضو قبل كده بعتوا لها كميات من الاطعمه والالبان والشاي واللحوم والكلام ده في الدور الاول.
لكن في دور الستاشر طالبين حاجات بزيادة. وظهر ان اتحاد الكرة بيبعت لهم دور بدور، يعني الاكل على قد العدد، تعدي نبعت لك تاكل، ما تعديش هتسيبك جعان. طبعا ده منتخب مصر، شايفين بقى اللقطات دي منتخب مصر هم بيتفرجوا على على المباراة المهمة بتاعت كوت ديفوار والجزائر، واللي على اثرها بيتحدد مين هيقابل المنتخب المصري. في القاعة اهي في الاوتيل دي مباراة كوت ديفوار والجزائر زي ما احنا شايفين، وكل اللعيبة بتتفرج وبتفرجوا غيرنا بقى، احنا بنتفرج واحنا بنشجع. لكن محمد صلاح ده بياكل البطيخ ده ولا ايه؟ ما ترجع يا عم بالشوط ده كده، بياكل ايه محمد صلاح؟ ارجع كده عايز اعرف بياكل دي فاكهة ولا ايه؟ او وقف كده اعمل فيكس كده على عايز اعرف ده بياكل بطيخ وكانتالوب ده ولا بياكل ايه؟ بص صلاح بياكل ده بطيخ مش كده؟ بطيخ قلب. ما هو الكاميرون انت عارف دول افريقية مشهورة جدا بالفواكه. انا اقولكوا على حاجة، مرة كنت في غينيا الاستوائية وهناك الحاجات دي رباني كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو الدول دي والله يعني هي دول عندها مشاكل طبعا مادية وشعب شعوب بتبقى طيبة جدا. فتلاقي هناك الغابات تلاقي شجر المانجا ده شيطاني، والموز يعني هناك بتعاملوا مع الموز نفس معاملتنا للخيار، يعني احنا هنا الموز فاكهه عظيمه جدا، هناك بتعاملوا مع الموز نفس معاملتنا احنا للخيار. يعني الموز هناك بيجيبوه اخضر خلاص دي دي دي, دي الفاكهه بتاع. احنا عايزين نقول للناس على السوشيال ميديا ابعتوا لنا صلاح بياكل ايه، دي مسابقه اهي. بطيخ ده انا بقول ده شمام ولا كانتالوب ولا ده دي فاكهه يعني. يقول لنا صلاح محمد صلاح بياكل عشان نبعت له نقول له يا صلاح كسب فلان، ونديله والله تيشرت صلاح، يعني نجيب له تيشرت محمد صلاح اللي يكسب في نديله بطيخ، نديله بطيخه زي التيشرت صلاح وبطيخه. وانا في غينيا الاستوائيه اكمل لكم القصه، فدخلت اشوف ايه ده، يعني الناس هناك غلابه جدا في الشارع، مع ان ناخد بالك دوله غنيه عايمه على بترول بيسموها حتى كويت افريقيا في الغينيا الاستوائيه دي، بس الامريكان طبعا نطوا عليهم قفزوا كده وبيسحبوا كل البترول بتاعهم وبياخدوا النسب. المهم يعني فدخلت اشوف لقيت لك المانجا هناك زي الطماطم عندنا، يعني شوف حمرا يا قوطه هناك صفرا يا مانجا، بيتعاملوا مع المانجا كده، وبيتعاملوا مع الموز معامله الخيار بالظبط عندنا. والموز الاخضر يقلوه زي السمك، مش عارفين يشتروا السمك غالي شويه هناك، فبيقلوا الـ 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 الموز يحولوه كانه سمك، يعملوا سلطه. الموز الاخضر زي الخيار كده يتعمل في السلطه ويبقى مزز شويه او يبقى مستوي فياكلوه كده. وبعدين تلاقي مثلا واحد داخل جوه الشجر طالع معاه صباطه موز على كتافه كده ومروح بيها البيت، يعني ده هناك الحاجات دي كلها شيطاني يعني موجوده هناك. في غانا مثلا البتاع الاناناس، الاناناسيه احنا بنقول على الكنتالوب عندنا اناناس، احنا بنسميه اناناس بس مش هو ده الاناناس، لان الاناناس اللي بجد عندنا غالي جدا، ممكن تشيل الواحده ب 100 جنيه ولا 150 جنيه. هناك بقى الاناناس الخمسه بدولار، تشتري الخمس اناناسات هناك بدولار واحد من الناس قاعده في الشارع، يعني قاعده كده في الشارع بيبيعوه زي الناس اللي بتقعد عندنا تبيع الفجل والجرجير والكرات والحاجات دي، هناك بيبيعوا الاناناس في الشارع الخمسه بدولار. وجوز الهند ثمره جوز الهند الحلوه دي هناك بنص دولار، يعني يمكن اشط لك كده من فوق ويجيب لك الشاليمو وتقعد تشفط اللبن بتاعها اللي جوه ده بقى جميل جدا، وتاكل جوز الهند ده هناك. فربنا مديهم يعني الفاكهه هناك قويه جدا، عشان كده مستمتعين بعثتنا في الكاميرون بالفاكهه. قعد كيروش مع اللعيبه اول ما ماتش كوت ديفوار خلص في القاعه دي، قعد معهم قال لهم الكلام هو على عينك يا تاجر، فريق قوي جدا وكل حاجه وعندهم سرعات لكن مش احسن مننا، نستطيع ان احنا نتخطى كوت ديفوار بعد اللي شافوه النهارده في المباراه. وهيبتدي كيروش قال لهم انا هبتدي نقطع كل المباراه ونجهز الفيديوهات بتاعتنا والتحليل بتاعنا عشان اقعد مع خط ومع لعيب اعرفه دوره في الماتش ايه وهيواجه ايه، الباك رايت بتاعنا هيواجه الوينج ليفت بتاعهم ازاي، الباك ليفت بتاعنا هيواجه الوينج رايت بتاعهم ازاي، نص الملعب هيواجه نص الملعب بتاعهم ازاي، خصوصا انه التلت الهجوم الكوت ديفوار مع نص الملعب يمتازوا بالسرعات الكبيرة جدا وتغيير المراكز بقوة كبيرة جدا. كابتن ضياء السيد مش حس ان زيزو متضايق، يعني زيزو تألق جدا الحقيقة في مباراة نيجيريا لما نزل غير شكل الماتش، نزل برضه في مباراة غينيا، نزل كبديل في مباراة السودان، فزيزو كان وشه يعني متضايق، يعني هو انا بأدي ومتألق وبشتغل، هو انا ليه ما ببدأش؟
يعني امتى ابدا اذا كنت انا بنزل بتالق؟ فمن حقي ان انا كمان ابدا، يعني هو ظاهر اكتر من عبد الله السعيد، فليه ما ابداش انا على حساب مثلا؟ يعني ده كل لعيب من جواه بيجتهد عشان يخش التشكيل الاساسي، وده اجتهاد ايجابي، يعني مش نفسنا على عبد الله ولا ده بينافس، لا كل اللعيبه بتتنافس عشان خاطر يبقى لها دور في الملعب. فزيزو كان متضايق فجابه على طول ضياء السعيد اول ما حس في ملامحه انه متضايق، وده دور مهم جدا بيقوم بيه بقى ضياء السعيد. من الادوار اللي الناس ممكن ما تكونش شايفاها، جابه وقعد معاه وقال له يا زيزو خد بالك فكره انك تبقى بديل ده مش معناه ان انت يعني قليل، ولا معناه ان انت ده اهانه ليك، لكن ممكن تبقى البديل الايجابي او البديل الذهبي. واداله مثال بناجي جده. ناجي جده في بطولة كاس افريقيا 2010 في انجولا قال انه طلع هداف البطولة وهداف منتخب مصر وما لعبش ولا مباراة اساسي، وهو اللي جاب لنا الكاس بالجول اللي جابه في الفاينل. فمحمد ناجي جده كان لعيب مميز جدا واصبح نجم لفترة زمنية طويلة جدا نتيجة تألقه الشديد جدا كبديل في كاس الافريقية في انجولا. فانت ممكن كمان وانت بديل تستطيع ان انت تكون مؤثر في منتخب مصر، وكونك بتبقى اول تغييرة بيعملها كارلوس كيروش يعني بيثق فيك جدا خصوصا في الشق الهجومي. يعني ممكن يكون بيبدأ متحفظ في بداية المباراة في الشوط الاولاني، الشوط التاني بيبتدي يفتح شوية الاداء الهجومي، فانت الورقة اللي هو بيستخدمها في الفتحة دي بتاعة الاداء الهجومي لمنتخب مصر، وتفهم زيزو الموضوع وعلى طول استوعبه كابتن ضياء السيد. طبعا السوشيال ميديا مؤثره جدا على اللاعبين، فكان في هجوم كاسح في السوشيال ميديا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني خلال الفتره اللي فاتت في الدور الاول. ده خلى كارلوس كيروش يخشى ان اللعيبه تتاثر بالغضب اللي بيبقى ظاهر على الجمهور، والجمهور بيبقى غضبان مش بس من النتائج، احنا كسبانين واخدين 6 نقاط بس الجمهور قلقان من الاداء وشايف ان الاداء مش قوي. كارلوس كيروش ليه طريقه، هو بيقول لك انا ابقى متحفظ مش عشان خاطر انا خايف من السودان او خايف من غينيا، هو انا متحفظ عشان انا بعلم لعيبتي طريقه معينه بحفظها لهم عشان لما بقى اروح لدور ال 16 زي ما انا رايح كده اقابل كوت ديفوار تبقى اللعيبه مستوعبه ومذاكره كويس جدا الطريقه بتاعتي وطريقه تقفيل نص الملعب دي، لكن انا لو فتحت كده اجي العب في دور ال 16 واللعيبه مش واخده عليها هتعمل لي مشكله. دي كانت وجهه نظر كارلوس كيروش، عشان كده بيفكر انه يسحب التليفونات المحموله بتاعتهم عشان ما حدش يخش على الانترنت ولا يتاثر بالسوشيال ميديا قبل الماتشات ب 24 او ب 48 ساعه عشان اللعيبه تبقى مركزه. قال لهم انا هسحب، يعني بيفكر في الكلام ده ان يسحب الموبايلات واللعيبه تقعد الفتره دي قبل المباراه مع بعض اكتر ويضحكوا مع بعض ويهرجوا مع بعض ويتفرجوا مع بعض على التلفزيون وكل الكلام ده، بس بعيد عن التاثر بالسوشيال ميديا او الردود او يكلموا معرفش ايه او يعملوا ايه، فممكن يشتت تركيزهم. طيب انا عندي محمد عبد المنعم كان ليه تصريحات. طبعا محمد عبد المنعم كان هو نجم مباراه السودان بالجول اللي جابه، افضل لعيب في مباراه السودان من اوف ذا ماتش كان احمد حجاز، لكن اللعيب اللي جاب ال3 نقاط بهدفه الحقيقه تقدم من ورا كسير ديباك وقدر ان هو يستغل تمريره عبد الله او عرضيه عبد الله السعيد ويجيب الجول. نشوف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ومحرز هدف منتخب مصر في السودان قال ايه. الحمد لله على هدف غالي طبعا ليا، خاصية عامة عندي طبعا، اول هدف ليا في المنتخب وكمان هدف دور 16 لينا، بحمد ربنا الحمد لله على الهدف ده اللي جه في الوقت ده، بيديني ثقة وبيديني حافز ان انا اكمل ان شاء الله وابقى رافع اسم مصر دايما وبعدي المسؤولية، ربنا يكرمني في الجاي ان شاء الله. تعليمات اللي انا باخد التانية على طول، فالحمد لله حجازي كان اللي يعمل لي بلوك فعملت له بلوك، فانا يعني هربت من الراجل الحمد لله جات على دماغي والحمد لله توفيق ربنا كان معايا ان انا حرصتها ده تاني الحمد لله. المنتخب كانت معسكر قطر كانت بطولة عربية الحمد لله، كنت شريك واثبت نفسي الحمد لله يعني الحمد لله مستر كروش خدني في القائمة بطولة افريقيا الحمد لله على كل شيء، يعني بحمد ربنا وبشكره طبعا على الثقة اللي اداها لي وبشكر زمايلي على الثقة اللي اداها لي، وان شاء الله عن حسن ظنهم عن حسن ظن منتخب مصر كله عن حسن ظن الشعب كله ان شاء الله. طبعا البطولة بطولة افريقيا بطولة كبيرة احسن بطولات في العالم، فبتمنى ربنا يكرمني اول مشاركه ليا فيها، بتمنى ربنا يكرمني بحقق بطوله ليا وبطوله مصر فرح الشعب المصري وفرح الشعب المصري كلنا علم راجل واحد هنا كل الناس مركزه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرح الشعب باذن الله نصعد للنهائي وبضغط بقى مصر ان شاء الله باذن الله. دي تصريحات لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم
يعني هو قال لك انا بشكر ربنا اللي اختار كيروش ليا. على فكره هو يعني هتبقى نقله في حياته ده طبعا بتبقى اقدار ونصيب ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها لكل واحد فينا انه يبقى لعيب بعيد عن الانظار ففجاه يجي من بعيد جدا يجيبه كيروش. وده من حسنات كيروش مش بس مرموش. مرموش الناس مركزه مع ان محمد عبد المنعم كارلوس كيروش شايفه وجابه وشارك في البطوله العربيه يمكن ما شاركش حتى من اولها ما كانش بيعتمد عليه في الاول كان بيعتمد على احمد ياسين شويه اكتر منه بعد كده اعتمد عليه وبعدين في البطوله دي من حظه كمان ان حصلت الاصابات فاتصاب اكرم توفيق فنزل هو باك رايت عشان يستغل سرعته ما نزلش عمر كمال عبد الواحد في ماتش نيجيريا هو اللي نزل بعد الاصابه للونش فنزل هو سيرد باك بجانب حجازي وراح كعمر كمال ناحيه اليمين عشان يتالق فيجيب جول كمان في مباراه السودان فيبقى من اللعيبه اللي الاهلي دلوقتي بيقول لك ده ابني عايزه يرجع لي تاني لكن هو معار للنادي فيوتشر. وعلى فكره المعارين الفيفا النهارده عمل حاجات وقرارات معينه خاصه بالمعارين هتنفذ من شهر يونيو الجاي منها حاجتين اهم حاجه ان مفيش حاجه اسمها تعمل عقد اعاره اللعيب سنتين اقصى اعاره اللعيب سنه دي اقصى اعاره او فتره قيد ما بين فترتين قيد يعني 6 شهور او سنه ده اقصى شيء وان انت ما تعيرش عدد لاعبين لاي نادي اكتر من 3 لعيبه يعني ما ينفعش الاهلي يعير لفيوتشر مثلا 6 لعيبه اقصى حاجه 3 لعيبه عشان ما يبقاش في نوع من يعني لعيبتك تبقى موجوده في نادي 6 7 لعيبه الاهلي عمل ده مع الجونه او عمل ده مع فيوتشر حصل الفتره اللي فاتت فيبقى في نوع من التعاطف الفيفا بيقول لك بين الانديه بينها وبين بعض لو انا اعارت عدد كبير من اللعيبه ده اكتر حاجه النهارده الفيفا قررها بالنسبه للمعارين وهتنفذ من يونيو المقبل. عبد المنعم معار للنادي فيوتشر فيوتشر رفض يرجعه للاهلي الاهلي اكتشف فجاه ان عنده سرد باك من اهم السرد باكات اللي موجوده في مصر وقعد يدور على سرد باك يشتريه وعنده لعيب زي ده. الحضري عمده الحضري ساعات ممكن تحس انه بيقول كلام كده لكن هو دايما على سجيته تلقائي الحضري دايما بيتكلم بتلقائيه وده من مميزاته على فكره. الحضري نجم كبير جدا وحارس مرمى عظيم جدا واعظم حارس مرمى في تاريخ مصر واعظم حارس مرمى يمكن في العالم لان الجوانت بتاعه موجود في متحف الفيفا اكبر حارس مرمى شارك في المونديال في التاريخ. فالحضري قعد مع اللعيبه ويعني قال لهم بصوا بقى يعني بيرسم لهم ازاي تكسب الكاس على انغام بوركينا فاسو بطولة بوركينا فاسو اللي كانت في 98 اللي منتخب مصر راحها وكسبها ما كانش مصنف اصلا وقال لهم نفس السيناريو انا شامه من جديد لانه كان موجود على فكرة بديل لنادر السيد في البطولة دي في 98 هو شارك 2006 و8 و10 كاساسي وكسب الثلاثه لكن كمان كسب 98 بس كان بديل لنادر السيد. الحضري قال لهم احنا برضو تاهلنا بنفس الطريقه خسرنا ماتش وكسبنا ماتشين وكنا وصيف المجموعه وكنا بنتهاجم جدا برضو في نفس هذا التوقيت لكن قدرنا نكمل ونكسب كاس الامم الافريقيه ومطلوب ان انت تزرع جوه اللعيبه دايما الامور الايجابيه دي والقدره على الانتصار والثقه في النفس وان انت بطل انت بذكرك باستمرار ان انت منتخب مصر فانت بطل ما دام انت محمد عبد المنعم انا بتكلم الاصغر اللعيبه تمثل منتخب مصر فاعتبر نفسك وانت في الملعب انت بطل انت مش محتاج لسه فانت لازم تلعب بايه بشخصيه البطل في مثل هذه المباريات. الشناوي في اخر ماتش السودان جاله كدمه شديده جدا في انكل رجليه وعلى فكره وبلغ جهاز الطب وكان في زعر على الدكه لان الشناوي بص بقى كلكم بما فيهم محمد صلاح ما يتعوضش محمد صلاح لكن تقدر لو محمد صلاح اجهد تعب تقدر تخرجه تلت ساعه ربع ساعه نص ساعه ويلعب زيزو او يلعب بتاعه وتقدر تسيطر وتقفل وتعمل لان عندك 10 لعيبه في الملعب لكن ما عندكش غير حارس مرمى واحد بكفاءه محمد الشناوي بتقل محمد الشناوي وببرود اعصاب محمد الشناوي وبثقه الناس في محمد الشناوي فلما اتصاب جاله كدمه وجعته في ماتش السودان فالجهاز الطبي فقال له تقدر تكمل ولازم لو انت قادر لازم تكمل فكمل الحقيقه وتحمل على نفسه بعد الماتش على طول الجهاز الطبي تابع وشاف والحمد لله اكتشفوا انها مجرد كدمه محتاجه بعض الراحه والشناوي هيبقى جاهز ما عندوش اي مشاكل ان شاء الله لمباراه كوت ديفوار. موسيماني طبعا الزمالك احنا قلنا امبارح بعت لسيرينو رسمي بعت لسان داونز بيطلب الجناح بتاعهم سيرينو بشكل رسمي الارجوياني ده الجناح بتاع فريق سان داونز وكان موسيماني اول ما جه الاهلي عايز يشتريه
وكان وقتها سان داونز عاش الدور شو، قالك 5 مليون دولار وبتاعه والصفقة باظت ساعتها. موسيماني طالب تاني قالك احنا نجيب سيرينو دلوقتي، سان داونز يعني ايه ما عندوش مانع انه يبيع اللعيب، فاحنا نجيبه، احنا عندنا 5 مقيدين، الاهلي عنده ان احنا عارفين بيرسيتاو وعارفين اليو ديانج وميكسيوني وعلي معلول ومين تاني بدر بنون، دول الخمسة المقيدين ما عنديش مكان بس احنا ممكن نجيبه ونعيره 6 شهور دول، وفي نهاية الموسم ده ممكن نسوق اي لعيب على الاغلب يبقى ميكسيوني. ده موسيماني بيقول كده لجنة التخطيط اللي هو جايبه اساسا ميكسيوني، ويخش معايا سيرينو، فيبقى الاهلي داخل يزاحم الزمالك اللي بعت رسمي لنادي سان داونز عايز يشتري اللعيب وهيدفع فيه 2 مليون دولار بالتقسيط. فالاهلي رفض ان هو يخش يزاحم الزمالك في هذه الصفقه، هو كمان مش واثق في كلام موسيماني بعد الصفقه بتاعت ميكسيوني وبعد كده قبلها رايه في والتر بواليا. على فكره والتر بواليا فسخ العقد بتاعه مع النادي التركي، كان ماضي سنه ما بياخدش مستحقاته، الاهلي كان ماضي مع سنه ب 300 ألف دولار، ففسخوا التعاقد بتاعه. الاهلي المفترض ان هيسوقه ويعيره سواء داخليا او خارجيا او هيحطه على قائمه الانتظار لفتره الانتقالات المقبله، فدي مشكله جديده راحت للنادي الاهلي، انما مش هيعتمد عليه خالص النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. فبعد موضوع والتر بواليا وبعدين ميكسيوني الاهلي مش واثق، وكمان خصوصا ان سيرينو الصفقه بتاعته حتى وقتها سان داونز رفض وغالى لما الاهلي كان عايزه السنه اللي قبل اللي فاتت، فالاهلي قال لك لا احنا رافضين تماما هذه الفكره. كمان الاهلي مع التألق الكبير لعمر كمال عبد الواحد بسرعة بيدرس العقد بتاعه، رتب لجنة التخطيط وموسيماني احتياجات الأهلي في مركز الباك رايت في ظل إصابة أكرم توفيق. نمرة 1 عمر كمال عبد الواحد، وقال لك احنا كمان بنذاكر عقده مع الزمالك، هل هو عقد مفعل ولا غير مفعل بعد توقيع الفيوتشر ل3 سنين؟ احنا نروح نشتري دايركت من فيوتشر؟ عقده مع الزمالك كأن لم يكن تحصيل حاصل يعني، فبيدرسوا من ناحية قانونية قبل ما يتكلموا مع فيوتشر. هم حاطين ترتيب، حاطين في الأول عمر كمال عبد الواحد، بعديه هشام صالح اللي هو الباك رايت بتاع الاتحاد، وبعدين علي فوزي الباك رايت بتاع إنبي، وفي كمان هشام بلحة أو هشام صالح بلحة الباك رايت بتاع غزل المحلة. برضه مين هو بديل بدر بنون في كاس العالم للانديه؟ كان الاهلي نفسه يبقى محمد عبد المنعم، فشفوان كده ساله فيوتشر قال لا عبد المنعم مكمل معاه لنهايه الموسم، انا مش ههد الفرقه لانه هو عنصر اساسي في فيوتشر واحنا استعرناه خلاص مفيش كلام. فالاهلي بيفكر يعمل ايه؟ مش هيجيب في الاغلب سيرد باك، لكنه في الاخر ممكن يدي فرصه لبعض الشباب اللي موجودين واللي ظهروا معاه في كاس الرابطه والناشئين اللي طالعين من تحت زي محمد المغربي كده اللي ظهر، وعلى فكرة المغربي كان موجود أو موجود في قائمة حطوه يعني في قائمة كاس العالم للأندية، ربما يحتاج ليه النادي الأهلي. النادي الأهلي في مركز الثيرد باك عنده أيمن أشرف وعنده ياسر إبراهيم، خلاص هم هيبقوا أساسيين أكيد في البطولة دي، ما في وجود رامي ربيع، في وجود حمدي فتحي برضه بيرد يلعب في الحتة دي مع المغربي، ممكن يعوضوا غياب بدر بنون. مصطفى فتحي للزمالك مش هجدد بعد أزمة التعاون السعودي، دخل الحاسم السعودي برضه يتكلم قال لهم كده كده مش هجدد، عشان نكون عارفين عايزين تخلصوا الموضوع مع التعاون خلصوه، مش عايزين تخلصوه أنا مكمل ليوني وهمشي، أنا بالنسبة لي الاحتراف أصبح هو هدفي، فمش هجدد عشان بس نقفل الموضوع ده ومحدش يتكلم معايا تاني في القصة بتاعت التجديد، لأن قراري هو الرحيل عن نادي الزمالك خلال الفترة أو خلال الفترة المقبلة. خلاص انتوا بقى دخلتوا في مشكله مع التعاون بعد ما اتفقنا في الميديا، اتكلمتوا ما اعرفش ايه، التعاون قفش بس لسه الباب موارب على فكره ما اتقفلش في قصه التعاون، لكن هو بعت رساله واضحه لاداره نادي الزمالك عبر امير مرتضى قال لهم انا مش هجدد التعاقد مع نادي الزمالك على الاطلاق. اغرب حاجه سمعتها ان كارتيرون بيقول للاداره والامير مرتضى انا مفتقد لعيب زي فرجاني ساسي في نص الملعب. يعني فرجاني ساسي ده ماشي، فرجاني ساسي داخل على سنة من الموسم اللي فات، ده الزمالك خد الدوري من غير فرجاني ساسي، ده امام عاشور دخل المنتخب لما غاب فرجاني ساسي ولعب اساسي مع نادي الزمالك، فامام عاشور بقى موجود في قائمة المنتخب اللي بتلعب في كاس الامم. حجة يعني حجة لكارتيرون مبكرة، قال لك انا عايز لعيب في قدرات فرجاني ساسي، قول انا عايز 2 لعيبه في نص الملعب، من حقك ان انا مش قادر اعتمد على رؤى كبديل، مش قادر اعتمد على محمود عبد العزيز كبديل لطارق حامد وامام عاشور ماشي، لكن مال فرجاني ساسي؟ يعني مال فرجاني ساسي تقول انا مفتقد لعيب في قدرات فرجاني ساسي فانا عايز لعيب بنفس هذه المواصفات؟ انا شايف الامام عاشور لعيب يعني هو الذي يستحق الاستمرار في هذا المكان في نادي الزمالك. بص يعني بن شرقي واضح انه خلاص يعني هو عارف سكته ومش مكمل وخلاص، والزمالك كمان لدرجه ان الزمالك قال له اوكي ما عندناش مشكله ان انت ايه تمشي بس دلوقتي
دلوقتي هات عرض يا باشا، مش عايزين نعمل زي فرجاني، هات عرض نشوف كام. مصطفى فتحي ماشي بمليون دولار، انت هتمشي بكام الست شهور دول؟ تاخد تجيب لنا عرض، احنا ما عندناش مانع ان انت تمشي خالص على الاطلاق، لان بن شرق ما ردش وبيسوف، والكلام بيتقال ان هو عايز يمشي مجانا في يونيو القادم. في شهر يونيو الجاي هتلاقي بن شرق ده لم شنطته زي فرجاني كده وخد جواز سفر وطلع الطياره ومشي يوم 30 يونيو. لا هيبص لحد ولا هيتكلم مع حد ولا يعمل حاجه مع حد، لانه مقفل الديل بتاعه مع احد الانديه والموضوع ده منتهي. خلاص يعني اعتقد ان الموضوع ده منتهي، لكن الزمالك عايز يستفيد، والزمالك من حقه. اذا كنت انت عايز 2.5 مليون دولار في السنه انا مش هقدر اديك كده، لكن على الاقل امشي يا عم والست شهور دول اي نادي يجي يشتريهم، لان بن شرقي قافل تماما حتى سكه انه يمشي دلوقتي والزمالك يستفيد وعايز يمشي مجانا. طبعا القصه بتاعت سيف الدين الجزيره عامله مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك، لانه بعت لهم انذار رسمي وبعت للفيفا اختارهم انه ما خدش الوكيل بتاعه، انه ما خدش الراتب بتاعه اربع شهور زي ما احنا عارفين. الفيفا بعت للزمالك على طول امهله 15 يوم، قال له يا زمالك عندك 15 يوم تدي للعيب بتاعك مرتبه. سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، متواجد حاليا مع منتخب تونس في كاس الامم الافريقيه، قال له تسدد له فلوسه خلال 15 يوم، ان ما كانش هتتحول لقضيه هيبقى فيها حكم، والقضيه اللي زي دي ما بتاخدش وقت، هتلاقي شهرين ثلاثه وحكم بفسخ التعاقد ومنح سيف الدين الجزيري كل مستحقاته مع تعويض كبير، والزمالك يخش في قصه جديده او قصه ثالثه او قصه 10 او قصه 20، وتبص تلاقي القيد اتقفل مره ثالثه وحواديت كتيره جدا. زي ما حطيت 12 مليون جنيه لبن شرقي وسيف اتجنن، اول ما لقى بن شرقي اتحط له الفلوس قال لك وانا عشان ما بضغطش وما بتخانقش وما بلوش دراع النادي وما بجيبش عروض وما بقولش كذا وما بعملش كذا، لا انا كمان هاخد خطوات قانونيه. فالفيفا بعت للزمالك، والزمالك المفترض خلال الفتره الجايه على طول يحل هذه الازمه. خلوني بقى نطلع نشوف التقرير ده. يعني نجمان او نجوم بدات تظهر بشكل يعني قوي جدا مع منتخب مصر، كان غير متوقع ان هم يشاركوا زي عمر كمال عبد الواحد زي محمد عبد المنعم. هنشوف التقرير والبطوله اللي اظهرت نجوم جدد في صفوف المنتخب المصري، بعدها فاصل ثم نتواصل مع المرشحين لانتخابات نادي الزمالك. احنا قلنا بوكس تو بوكس واي تي سي هتكون ممبر عادل في التعامل مع كافه المرشحين بتوع نادي الزمالك، ومش لازم يكون لنا علاقات مسبقه مع المرشحين، لان اي مرشح في انتخابات نادي الزمالك نادي كبير، اي مرشح في انتخابات نادي الزمالك لازم يبقى ليه كل التقدير، ولازم يطرح على الجمعيه العموميه هو بيفكر في ايه وهو عايز يعمل ايه وهو عايز يدي ايه ايضا. فعلشان كده هنبدا من النهارده نعمل فقره الزمالك ينتخب، وهنستضيف على مدار الاسبوع ممكن مره 2 3 4 5 كل اسبوع الفقره دي تستمر معانا حتى انتخابات نادي الزمالك، خصوصا ان نادي الزمالك نفسه وادارته للاسف اللجنه اللي بتدير منع ان المرشحين حتى تتجاوب مع اعضاء الجمعيه العموميه او تتكلم مع اعضاء الجمعيه العموميه، فهيبقى بوكس تو بوكس والنافذه بتاعه كل المرشحين للوصول الى الجمعيه العموميه. نتابع التقرير وفاصل ثم نعود للسيد ماجد الحنبلي والسيد محمد حمدي مرشحين نائب رئيس وعميد الصندوق في انتخابات نادي الزمالك. عبر المنتخب الوطني دور المجموعات بأداء باهت ومستوى لم يلبي الطموحات، وبأقل عدد أهداف في تاريخ مرات التأهل للدور الثاني، لكن مع كل هذا كانت هناك العديد من المكاسب التي جناها الفراعنة من الدور الأول. أبرز تلك المكاسب تمثلت في المستوى المميز لبعض اللاعبين، وعلى رأسهم الظهير الأيمن عمر كمال وقلب الدفاع محمد عبد المنعم، والجناح المميز أحمد سيد زيزو، رغم أن اللاعبين الثلاثة كانوا في قائمة البدلاء، بل وكانت هناك مطالب باستبعادهم من رحلة الكاميرون، لكن القدر حول زيزو وكمال وعبد المنعم من كومبارس إلى أسلحة مميزة في رحلة الفراعنة لاستعادة المجد القاري. البداية كانت بنزول محمد عبد المنعم بديلا في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة أكرم توفيق في الدقائق الأولى من مباراة نيجيريا،
ثم نزل كقلب دفاع بديلا للوينش الذي أصيب في مباراة غينيا، ولعب مباراة السودان أساسيا ليوقع على أول أهدافه الدولية. أما عمر كمال فشارك في المباراة الثانية أمام غينيا بيساو وقدم واحدة من أفضل مبارياته، واستحق إشادة الجماهير والنقاد وخبراء الكرة. ورغم التراجع النسبي في مردوده خلال لقاء السودان، لكنه ظل محل ثقة كيروش. في المقابل لم يبدأ زيزو أساسيا في أي مباراة من المباريات الثلاثة، لكنه قدم دقائق مميزة كبديل، حيث نشط هجوميا أمام نيجيريا وكان قريبا من التسجيل أمام غينيا بيساو، كما قدم مستوى متوسطا في مباراة السودان ليضع مزيدا من الضغوط على كيروش للدفع به أساسيا. بكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم سيكون بوكس تو بوكس عبر اي تي سي هو الممبر الذي سيبني او سيتحدث من خلاله كل مرشحين نادي الزمالك بلا استثناء. اللي متحفظ مش عايز يجي هو حر، لكن احنا هنكلم كل الناس اهلا وسهلا. كل الناس هتيجي بدون اي سقف يقول اللي هم عايزينه طالما في الحدود اللائقه والتي تتماشى مع قيمه ومكانه وتاريخ نادي الزمالك. بنبدا النهارده مع اثنين مرشحين على منصب نائب الرئيس ومنصب امين الصندوق. بيسعدني يكون معايا السيد ماجد الحنبلي مرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك. استاذ ماجد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك منورنا. ربنا يخليك. تبقى بدايه موفقه ان شاء الله. ربنا يخليك باذن الله. معايا كمان السيد محمد حمدي مرشح امانه الصندوق بنادي الزمالك. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا. منورنا. هقول لكم بسرعه كده يعني السي في. الاستاذ ماجد الحنبلي هو ليسانس حقوق جامعه المنصوره بلديات يعني 2000-2001. حصل على دبلومة الدراسات القضائية عام 2011-2012. حصل على ماجستير في قانون الجنائي 2012-2013. تأهيل دكتوراه عام 2016 في موضوع السلوك الإجرامي والأعمال التحضيرية قبل بدء الجريمة. حصل على دبلومة معهد إعداد القادة في سنة 2016-2017. أستاذ محمد حمدي مرشح أمين الصندوق بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. دبلومة الدراسات العليا في التسويق جامعة عين شمس. ماجستير إدارة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كمان ماجستير إدارة الأعمال في جامعة عين شمس، وحاليا بيستعد للحصول على درجة الدكتوراه. منورنا. بنورك. أنا بس هستأذن حضراتكم، إحنا فقرتنا مدتها تقريبا يعني كده ساعة إلا ربع أو ساعة إلا تلت، فتبقى إجاباتنا سريعة وفي الصميم. وزي ما قلت كده لحضراتكم أنا ما عنديش سقف، ما عندناش تحفظ ولا بنميل لحد على حساب حد ولا الكلام ده. المهم إن أنتوا آرائكم توصل وبرامجكم توصل لأعضاء الجمعية العمومية في ظل كمان يعني أعتقد أنتوا جوه النادي مش عارفين تلتقوا بأعضاء الجمعية العمومية. أبدأ بالأستاذ ماجد. طبعًا هعمل ستوب واتش. طبعا هي مش مناظره طبعا، لكن عشان خاطر كل اللي موجود. لا انا تحت امر واخد فرصته يعني في نفس الوقت تحت امر الجمعيه العموميه وجمهورك الكبير. في البدايه انا بشكر حضرتك على الاستضافه وببارك على القناه اللي فعلا سابت اثر كبير في فتره قصيره جدا في الشارع المصري. الحمد لله. وطبعا تاريخ النائب محمد شبانه معروف. أشكرك. بالنسبة لمصر من 20 سنة
فبصراحه من ثلاث سنين انا كبر انا كنت مبسوط جدا لوجودي وفي نفس الوقت بالدعوه الكريمه. اشكرك جدا. واحب اعرف جمهور جمعيه العموميه المحترمه نادي الزمالك، انا ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي، واسم الشهره ماجد الحنبلي، ورقم واحد في ترشيحي عن منصب نائب رئيس نادي الزمالك. في البداية طبعا أنا حابب أقول للجمهور وأقول للجمعية العمومية أنا برضو من عائلة كروية. أنا خالي كابتن أسامة السطوحي. إيه ده؟ جون المنصورة يا راجل. كابتن السطوحي ده مش جون عادي. بالظبط. ده احد اساطير حراسه المرمى في مصر، يعني في جيل الثمانينات. بتتكلم بقى في الهادي وثروت فرج وسعد سليط. سعد سليط وده طبعا. وكابتن احمد شاكر الله يرحمه. كابتن احمد شاكر الله يرحمه طبعا. كل دول كانوا موجودين عندنا في كبار جدا. تمام. يعني كان لو حضرتك متذكر كان سبع لعيبه في منتخب مصر بالمنصوره. منصوره مظبوط. وكان وقعد الطويل دي اللي كان بيعملها احمد شاكر. بالظبط. فاكر طبعا. والكابتن والمعلق الكبير اشرف شاكر طبعا. طبعا كابتن اشرف. فالعيله الكرويه دي وطبعا بفجر مفاجاه ان اسامه السطوحي زملكاوي. وكان بياخدني وانا عندي سبع سنين نادي الزمالك. وياما حضرت ماتشات للزمالك. وفي نفس الوقت كان وضعه بالنسبة لحارس مرمى منتخب مصر. وكان في واقعة شهيرة لو احنا نتذكرها بتاعت ماتش مصر والجزائر. لما خد الراية بتاعت الكورنر وحصل مشكلة والخناقة ويوميها ويوميها هو حتى اتصاب ونزلنا. يعني جماهير مصر كلها انتظرته في المطار. فأنا مش غريب عن نادي الزمالك ومش غريب عن العيلة الكروية الرياضية في مصر. لدرجة ان في يعني عظماء الكرة المصرية كانوا موجودين عندنا في البيت. يعني دون ذكر اسماء. وفي نفس الوقت طبعا انتمائي الاول والاخير لنادي الزمالك. وبرضو الزمالك ده زي ما بيقولوا فعلا العشق. انا بتكلم كواحد من الجمهور. اذا انت مرشحاً. قررت ان تخوض تجربة الانتخابات لجل تقديم شيء لنادي الزمالك. طبعا. اللي انت بتنتمي ليه وتعشقه. طبعا. طيب استاذ محمد حمدي، الاستاذ ماجد خد ثلاث دقائق عرف نفسه وانطلاقته في الانتخابات كان اسبابها ايه؟ قول لنا بقى انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد حمدي بكالوريوس تجاره. تعلي صوتك شويه. انا محمد حمدي بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه جامعه القاهره. بعد كده اتجهت للدراسات العليا في جامعة عين شمس، عملت دبلوم الدراسات العليا في التسويق اللي هو مجال شغلي. وبعد كده رحت الأكاديمية العربية عملت ماجستير إدارة أعمال. وبعد كده رجعت جامعة عين شمس تاني وحاليا خلصت الماجستير في جامعة عين شمس وحاليا في مرحلة الدكتوراه. أنا بشتغل في مجال المبيعات والتسويق في شركة إعلانات كبيرة. من عيلة زملكاوية. أنا عضوية والدي في نادي الزمالك 9750. قديم. قديم جدا يعني. فأنا وأنا بيتي على سور نادي الزمالك. يعني سكان ميت عوضة. أنا من العجوزة. العجوزة. الحتية. تمام. فأنا حياتي كلها قضيتها في نادي الزمالك. ده الحتية ده قصاد النادي على طول. ده ما فيش يعني. إحنا بنعدي جامعة الدول بس. مظبوط. تعدي الشارع. بالظبط كده. اعمامي واخلاني وعيلتي كلها. كابتن عزمي كان ساكن الله يرحمه جنبنا. بالظبط. كابتن عزمي وكابتن حسن شحاته كل الاجيال القديمه كلها كانوا ساكنين في الحتيه وجنبنا. فانا زملكاوي ابا عن جدا، بحب الزمالك جدا. لما الزمالك بيكسب اليوم ده بيبقى جميل جدا، لما الزمالك بيخسر بنقفل التلفزيون وبنقفل كل حاجة وبننام ما بنقدرش نتابع أي حاجة. فإحنا بنحب الزمالك. ما عنديش أي حاجة تانية أقولها في الحتة دي. إن أنا داخل الانتخابات دي ومرشح على أمانة الصندوق غير إن أنا بحب نادي الزمالك وعاوز نادي الزمالك يبقى أحسن وأكبر. وعندي فكرة معينة
اللي هو العلم اللي انا اتعلمته كله على مدار 20 سنه في الدراسات العليا نفسي اديه لنادي الزمالك. طب هنتكلم عن البرامج كل واحد برنامجه هيبقى ايه. انت خلاص ليك تعريف بس للجمعيه العموميه مين هو ماجد الحنبالي ومين هو محمد حمدي طبعا مع حفظ الالقاب. انتوا دلوقتي داخلين مرحله الشخصيات العامه هنرفع الالقاب لان انتوا هتبقوا ملك للجمعيه العموميه خلال بالزبط. المرحله دي بالزبط. طب استاذ ماجد اذا هسالك هقول لك الاول انطباعك ايه على الانتخابات؟ انت خلاص قررت تاخد الانتخابات اكيد وانت بتاخد هذا القرار كان عندك فكره ان الانتخابات تخش وتتكلم وتعمل وبعدين احنا فوجئنا دلوقتي ان في بعض المحاذير بالنسبه للمرشحين هل ده له تاثير عليك؟ هو طبعا في البدايه انا لما جيت اترشحت بتاريخ 2/10/2021 اترشحت في الترشيح اللي هو اتلغى في الاولاني ده انت في اول يوم ده في اول يوم يعني انت داخل واخد قرار من بدري بالظبط اوكي دخلت يوم 2/10 كنت انا اعتقد كان معك عمر هريدي وكان معك كذا حد كده كان معايا الاستاذ عمر هريدي كان على منصب الرئيس وكان معايا برضو اربع من الزملاء على اعضاء وانا برضو كنت نائب تمام يعني كنت برضو مرشح نائب رئيس تمام. من 2/10 تمام طبعا صدر قرار السيد الوزير بتاجيل الانتخابات لحين تنقيه الجمعيه العموميه تمام وودى ميعاد وقتها 30/10 اكتر من ميعاد خلاص 30/10 وبعدين قلنا نوفمبر وبعدين قلنا ديسمبر لغايه ما اتفتح الباب وانتظرت ان يبقى في يعني تنقيه حقيقيه ما حصلش للجمعيه العموميه انا طبعا باطلاعي على الجمعيه العموميه اعتقد ان النسبه اللي اتشالت نسبه ضئيله جدا ودي برضو محاذير لازم الجمعيه العموميه تبقى عارفه ان في دخلاء على الجمعيه العموميه لم يتم ازالته. دخلاء بمعنى ان ناس وضعها مش قانوني؟ ناس دخلت وطبعا الكلام ده يعني مثبت ولكن يعني الوثائق بتاعته عشان برضو يبقى الكلام عندي موثق ناس دخلت باشتراكات دفعوا المقدمه بتاعت الاشتراكات ده ضعيفه طبعا ولم يتم ايه استكمال باقي الاشتراكات بس ده ما لهمش انتخابات دي اتزال منهم نسبه كبيره جدا دي حقيقه اتزال من الناس دي نسبه كبيره جدا بدايه دخول الاشخاص او الاعضاء دول من الانتخابات اللي فاتت يعني الانتخابات اللي فاتت بدا يبقى فيه تدخل في الجمعيه العموميه مباشر دون سداد باقي انت قصدك ان الناس دي ممكن يكون لها تاثير على الانتخابات رغم ان هم ما ينفعش تقول ان هم منتمين لنادي الزمالك بالطبع لان هم كانوا داخلين بهدف بالطبع وقت المره اللي فاتت فوجئت طبعا بالاعلان مره اخرى عن الانتخابات وفي نفس الوقت بالاستفسار سواء من الوزاره او من داخل النادي طبعا كان في بقى عوده المجلس القديم وطبعا المجلس لما جه بدا ان هو يحط محاذير وقيود انا كمرشح او زملاء المرشحين اعتقد ان في يعني شيء من عدم الحريه يعني انت كنت محتاج ايه مش لاقيه اولا انا طبعا في انتخابات انا مش عايز اقول انها من طرف واحد يعني من طرف واحد عشان تبقى الامور واضحه احنا جايين هنا عشان نوضح حقيقه ممكن تكون غايبه يعني من طرف واحد يعني الطرف اللي هو موجود بيدير هو اللي متواصل بس مع الجمال وما داخل النادي تقصد كده يا محمد بيه حضرتك عمرك شفت انتخابات لا انت عارف تقابل عضو ولا تتكلم مع عضو ولا تقعد مع عضو جوه النادي ما تقدرش تعمل كده مفيش الكلام ده يعني انت لو دخلت النادي دلوقتي ممنوع تقعد مع حد ممنوع ان انا اقول له ان انا مرشح ازاي يعني طب الناس طب الامن ماشي وراك يعني ولا ايه لا انت بتقعد مثلا في مجموعه من الاعضاء ممكن تلاقي حد جه قال لك ممنوع تفاجئ بعد اذن حضرتك الاداره منع الكلام ده ازاي يعني انا هو ده اللي حصل يعني انا وانت دلوقتي انا عايز اعرف احنا ما بس سؤال عشان الناس تفهم انا دلوقتي قاعدين على ترابيزه دلوقتي هنفترض داخل النادي تمام انت عضو وانا عضو تمام حد ممكن يجي من الامن يقول لك ممنوع حصل معاك اوكي ده حصل من لسه ما فيش من 10 ايام تمام وبعدين النهارده يعني برضو صدر قرار النهارده بس لا امبارح اول امبارح بايه بقى ان من حق المرشح ان هو يعمل فيلم تلفزيوني ويعرضه على الشاشات الداخليه للنادي تم عرض حوالي حاجه و20 واحنا حاجه و70 يعني كمرشحين حاجه و70
طيب هل النهاردة العرض ده يكفي ان انت وليه مدة محددة؟ نفسك دي مدة محددة؟ أقصى حاجة أعتقد 8 دقايق أو 10 دقايق. وفي نفس الوقت برضو يعني في هو فعلا ممنوع أكتر من 4 ولا 5 يقعدوا على الترابيزة؟ لا هو مش بالظبط كده يعني مش يعني عشان برضو أكون في مصداقية في الكلام. لا اللي عايز يقعد يقعد بس ما تتكلمش في انتخابات. طب والناس تعرف منين إنك بتتكلم في انتخابات؟ هل المفروض النهارده انت حضرتك نازل انتخابات طب الناس تعرف منين انك بتتكلم ولا لا؟ لا انت بقى اول ما بتخش مثلا على الترابيزه انت كده كده ليك اعضائك وليك ناسك وليك فطبعا بدات يبقى في سخريه بين الـ الاعضاء يعني ممكن وانت داخل يقول لك ما تقعدش لاحسن حد بالظبط كده فانت بتعتبر يعني ده مهمه لا يعني انا مش مبسوط انا عايز يعني. أعرف هل النهارده يعني وزاره الشباب او اللجنه الاولمبيه الموضوع ده مغيب؟ هل القصه ديت مش واصله؟ طب انت حضرتك كمرشح حاسس ان حقك مش واصل لك؟ لا وغير كده كمان انا معلش يعني انا هو عمل تطوعي يعني هو في الاول وفي الاخر هو عمل تطوعي وانا مش جاي اهاجم حد يعني ما فيش حد بعينه انا جاي بهاجمه انا بهاجم اسلوب اداره معين تمام يعني اسلوب اداره مش متاح انت بتقول القصه النقطه دي ما تنفعش يا جماعه لو سمحتوا بصوا عليها بالظبط يعني اعتبرها حضرتك ان هي دي ملحوظه بصوا عليها عشان ملحوظة. انا من حقي اقعد مع الناس هو انا مش عشان انا مش معاك انت فاهم يبقى احنا مش طيب. حرب طيب اروح للاستاذ محمد حمدي انت برضو بتعاني من نفس الموضوع اكيد بس مش بنفس الصوره اللي استاذ محمد يعني بيها انا بنزل النادي وبلف فيه بس بقابل مثلا صديق بقابل مجموعه اصدقاء يعني انت ممكن تقعد على الترابيزات وتتكلم عن برنامجك وتتكلم عن الترشيح بتاعك وبتقدر تعمل طبعا ده طبعا اللي بيتقال ممنوع ان احنا نعمل اي حاجه داخل النادي بس حد جالك قبل كده قالك ممنوع لا ما حدش منعني بصراحه بس انا ما عملتش مثلا مؤتمر بعد الحلقه دي تبقى اون سبوت لا انا لا خالص انا ولا عمري هاجم اداره سابقه ولا عمري هاجم اداره مش هاجم احنا بس عايزين ولا اي حاجه ان انت كمرشح لك حقوق من فضلك الدعاني قعد على كرسي في نادي الزمالك انا بحترمه كامل الاحترام تمام نادي الزمالك طول عمره ما كان وحش تمام كل اعضائه وكل الجمعيه العموميه ناس محترمه جدا تمام احنا دورنا ان احنا نرتقي بالجمعيه العموميه احنا دورنا ان احنا نثقف الجمعيه العموميه انت واصل للجمعيه العموميه حاسس ان انت لو تخش للنادي لا طبعا لا مش 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 واصل لها بنسبه حتى 10% بس انا بحاول وده مش عيب واحنا جايين يعني اقصد ان المجهود يبقى في توصيل افكارك للجمعيه مش في ان انت توصل بس للجمعيه بالظبط انت مش قادر توصل للجمعيه مش يعني قادر اوصل المجهود الانتخابي بس اللي انا بوصل له اللي انا بوصل له من الجمعيه العموميه بوصل له الفكره بتاعتي انا عندي فكره مش لمجلس اداره اللي جاي او اللي بعده انا جاي فكره كبير للنادي كله على للنادي مدار تمام انا جاي اعمل استراتيجي بلان استراتيجي بلان يعني 100 سنة 50 سنة تمام والزمالك اعتقد احوج في المرحلة دي طب خليني هو ده اللي انا جاي عشانه هو ده البرنامج بتاعي ندخل في البرامج بقى كده اتفضل نبدا في البرامج أوكي. كل واحد استاذ ماجد قول لي البرنامج اللي انت عايز تقدمه للجمعية العمومية وبتأمل ان تحظى بثقتهم من خلاله في البداية طبعا انا يعني بكن كل احترام وفكر متقدم بالنسبة للجمعية العمومية الجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك هي جمعية واعية وجمعية مدركة وجمعية بتعرف مين اللي يقدر يخدمها ومين اللي يقدر يعني يتورع عليها بداية حتى ترشحي زي ما قلت لحضرتك من بداية فتح باب الترشيح أي حد بيبقى له رؤية أي مرشح بيبقى له رؤية أنت داخل نادي يعني من أكبر أندية الوطن العربي فالطبيعي لازم يكون لك رؤية أنا طبعا يعني اختصارا وحضرتك حددت لنا وقت البرنامج هوضح الموضوع في عجالة من ثلاث محاور تمام أول محور ثلاث دقايق أوكي أول محور هو محور اقتصادي استثماري تمام ثاني محور هو محور اجتماعي ثالث محور هو محور رياضي تمام المحور الاقتصادي يعني بيترتب عليه عدة قرارات بمعنى النهاردة
نادي الزمالك ده احنا بنعتبره براند طبعا، نعتبره اسم طبعا، اسم كبير داخل طبعًا مصر وخارج مصر، جماهيريه عظيمه وتاريخ عظيم وتاريخ. مش عايز اقول لحضرتك ان انا حتى لما سافرت بره مصر بيسالوني على الزمالك، يعني معظم حتى المغتربين كلهم. فانت عايز تستثمر ده اقتصاديا بالظبط. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان انا اتعامل مع لوجو الزمالك ده كانه براند، كانه براند. يعني بدل ما ادينا مثال، مثال انا النهارده تيشيرت الزمالك، مج الزمالك، كل ده يبقى خاص بنادي الزمالك فقط. انت بتتكلم زي الانديه الاوروبيه ممكن يبقى في قميص خروج باللوجو الزمالك او تشوز او بنطلون. انا النهارده عملت الزمالك باللوجو بتاعه براند. براند النهارده اي حد بيلبس البراند ده الـ 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 الشركه اللي انا برضو عايز اعرضها في البورصه، وده برضو من واقع الاستثمار الرياضي. تمام. وقانون بيسمح دلوقتي، قانون الرياضه بيسمح بالظبط، وقانون الرياضه بيسمح. تعرض النهارده نادي الزمالك في البورصه المصريه. احنا لو جينا خدنا مثال في فريق مثلا زي اليوفنتوس، مش يوفنتوس ده غزل المحله بيعمل كده دلوقتي. يعني سيبك من اليوفنتوس بقى، كان ده غزل المحله بيجهز انه يخش البورصه من خلال شركه المحله للاستثمار الرياضي. هل النهارده مع احترامي الكامل لغزل المحله، هل النهارده نادي الزمالك بقوته بشعبيته يقدر؟ طبعا طبعا ده يقدر ويقدر. طب ده بعد اقتصادي، وده شيء مش مكلف. انت مجرد ان حضرتك بتطرح شركه مساهمه باسم نادي الزمالك. تمام. انت حضرتك ده التارجت بتاعك في الانت والزملكاويه مش قليلين طبعا. لا كتير طبعا، يعني الزملكاويه سواء في مصر او خارج مصر كده. ده التارجت بتاعك في الانتخابات، انت داخل بالتارجت ده. لا، وفي برضو البعد الايه الاجتماعي. سريعا بقى، بعد الاجتماعي كالتالي: عضو الجمعيه العموميه، واللي انا النهارده براهن عليه وعلى فكره وعلى اختياره، وانه النهارده قبل ما بيختار بيدقق في الاختيار وبيختار مرشحه بناء عن مقومات معينه في المرشح ده. فاعتقد ان انا النهارده من حقي كاداره لنادي الزمالك على ما سوف يكون النهارده ان انا اخدمه صحيا. ايه المشكله لما بكرني نادي الزمالك؟ انا اتعاقد مع اكبر مستشفيات. ايه المشكله لما بكرني نادي الزمالك؟ التامين الصحي على كرنيه الزمالك بالظبط. تمام. فانا النهارده لازم اخدم عضو الجمعيه العموميه. وده مش موجود دلوقتي؟ لا مش موجود. تمام. في انديه عامله كده على فكره. ايه؟ في انديه عامله في كده. انديه وفي نقابات وفي مؤسسات وفي امور كتير جدا. انت فاهم، ممكن ان احنا نستثمرها ونستغلها في حاجه زي كده. تمام. طيب حاجه تانية لسه، البعد الرياضي. انت عند ده، انت كده خد بالك في دقيقه زياده. البعد معلش. طب يلا ليك 30 ثانيه. حاضر. البعد الرياضي هو انشاء اكاديميات خارج اطار العاصمه. ايه المشكله ما نعمل اكاديميه في الفيوم؟ ودي برضه مش مكلفة. أكاديمية في اسكندرية، أكاديمية في المنصورة، أكاديمية في أسوان. فالطبيعي إن أنا النهاردة أوسع قاعدة أو الوحدة القاعدية بالنسبة لجمهور الزمالك العظيم، وفي نفس الوقت يبقى أنا النهاردة بدر ربح بالنسبة. تمام. للنادي. تمام. وإحنا لو جينا النهاردة وشفنا مثلا الناشئ الصغير، لو أنت عرفت في كل الألعاب مش كورة بس، كل الالعاب، يعني سله طايره هاند بول، كل الالعاب هي اكاديميه النهارده، وبالمشاركه مع مثلا ايه مع اي محافظه. تمام. واي محافظه النهارده تتمنى ان نادي الزمالك يكون موجود فيها. طبعا طبعا. طيب استاذ محمد حمدي، برنامجك ايه؟ انا البرنامج بتاعي هي عباره عن، في قبل البرنامج في حاجه لازم، يعني اول ما المجلس الجديد يجي يعملها اللائحه. لازم نخلص موضوع اللائحه بتاع نادي الزمالك. لائحه النادي. لائحه النادي. ليك اراء فيها يعني؟ لا ماليش اراء، الجمعيه العموميه هي اللي تقول. ما اللائحه بيحطها مجلس الاداره وبيعتمدها يعني من الجمعيه العموميه او جماعه غير باند غير فيها حاجه كده يعني. بالظبط. اللائحه اللي المجلس الاداره هيتفق عليها. طب ليه بتفكر في اللائحه؟ نعم. يعني ليه شايف ان اللائحه مهمه؟ اللائحه دي عشان هي دي اللي هتنظم العمل داخل النادي. تمام. بعد كده في حاجه بقى مهمه جدا، في عندي الاستراتيجيه اللي انا بتكلم عليها او الاستراتيجي بلان. ده اللي هو الاساس بتاع نادي الزمالك. نادي الزمالك للاسف في العمر ده كله اي مؤسسه في الدنيا لازم يكون لها استراتيجي بلان.
لو ما لهاش استراتيجي بلان اللي هو انا مشيت اللي بعدي بيكمل عليه بالظبط كده. يعني الاساس انا لما جاي ببني مبنى كبير بعمل اساس قوي جدا الاستراتيجي بتاعي هو ده اللي انا همشي عليه طول العمر. طب ممكن تدينا فكره عن الاستراتيجي بلان دي؟ الاستراتيجي بلان اللي هي في رؤيه رؤيه نادي الزمالك ان مثلا نادي الزمالك يبقى افضل نادي في العالم، افضل نادي في مصر. دي الرؤيه وبعمل الرساله بتاعته وبعد كده بحط في اهداف. الاهداف اللي انا احطها مش انا اللي هختارها، مش انا اللي هختار، اللي هيختارها مجلس اداره اللي هو جاي ويكون معاه مجموعه. لو يعني مثلا قلنا مثلا المرشحين للمجلس الاداره هم 70 واحد، لو ال 70 حد ده اجتمعوا وعملوا الاستراتيجيه بتاع النادي اللي هي موجوده، انا عندي الاستراتيجيه كامله معايا، بس لازم تتنقح بافكار ناس هتبقى في مجلس الاداره علشان تبقى مواكبه لل. دي اهم حاجه في الاستراتيجيه اللي حضرتك حاططها. اهم حاجه في الاستراتيجيه اللي انا حاططها الرؤيه والرساله بتاعتها. بعد كده انا عندي في حاجات داخل النادي مهمه جدا، دي حاجات بقى من تفصيلات صغيره داخل الاستراتيجيه. يعني مثلا ما فيش عضو في نادي الزمالك عارف ابنه مثلا لو دخل يلعب النهارده لعبه ما هيوصل لغايه فين. ما فيش عضو في نادي الزمالك بيقدر يخلي ابنه يستمر في الرياضه بتاعته، بيجي عند فتره المدرب مش عاوزه. نادي الزمالك لاعضائه المفروض اي عضو في نادي الزمالك ابنه هو عضو ليه في نادي الزمالك، يعني حضرتك هو العضو عضو ليه؟ عشان ابنه يبقى جوه النادي يلعبه. ما ينفعش ان انا اجي على العضو اقول له ابنك لا، مش شرط انه يلعب رياضه تنافسيه، يعني مش لازم يبقى بطل. لا لا مش لا لا دي رياضه للجميع، لازم كل الناس تلعب رياضه. انا لما يبقى عندي مثلا في الهاندبول قاعده داخل النادي 2000 لاعب، ايه المشكله؟ لو النادي ما عندوش امكانيات يصرف عليهم الاعضاء، لو انت قلت لاي عضو ابنك هيلعب وهتدفع اشتراك شهري او سنوي هيقول لك ماشي، بس ابني يلعب. في رياضه، دي رياضه للهواة، في عندي رياضة إلزامية. يعني أنا في حاجة لازم تكون أي عضو في النادي ابنه لازم يكون ملتزم بالرياضة دي، لازم يتعلمها لغاية 12 سنة، زي مثلا السباحة. لازم كل أعضاء نادي الزمالك ولادهم يتعلموا سباحة تحت أي ظرف. عند 12 سنة تقدر أنت تنفصل عن السباحة، يمارسوا الرياضة بحيث أن يبقى ده ليها دور حتى في تكون شخصية الطفل أو الولد الصغير. بالظبط كده. تمام. يعني أنا ما بقى عضو في النادي هتجبرني أن ابني يمارس الرياضة؟ لا 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 خالص. لا مش هجبرك، لكن هتشجعني. بس هشجعك، هفتح لك المجالات، هقول لك تعالى، هتديني الفرصه وتوفر لي هنعمل حاجه زي المستشار الرياضي. المستشار الرياضي ده انا الولد لما يبقى عنده مثلا 5 سنين المستشار الرياضي ده يشوف كل الاولاد يقول ده مناسب للعبه. وانت كعضو في نادي الزمالك مفتقد ده دلوقتي حاليا كعضو جمعيه عموميه؟ طبعا انا يعني انت عندك ولاد مثلا ما حدش شجعك؟ عندي ولاد بدون ذكر، عندي ولاد بيلعبوا، ما حدش شجعك ان هم يمارسوا الرياضه مثلا؟ لا لا لعبوا وكده، بس بنيجي عند مرحله يعني في فريق كان بيتكون من فتره الاعضاء تعبوا جدا، اولياء الامور تعبوا جدا عشان يشكلوا فريق مثلا به في لعبه. لعبه ايه؟ الهاندبول. تمام. يعني مثلا انا ليه ما يبقاش عندي قاعده؟ وكانت شكوى يعني من اولياء الامور كلهم، كانت شكوى طبعا اللي اولادهم بيمارسوا الهاندبول. بالظبط كده. تمام. دول عاوزين يدخلوا اولادهم الفريق مش علشان الاحتراف. تمام. الاحتراف دي مرحله ثانيه، بس لازم الولد يبقى عنده رياضه. ما ينفعش ان اجي عند فتره اقول لا انا هختار 24 لاعب والباقي كله بره. تمام. طب انا كنت هضرب بيك المثل في التزام بالوقت، انت برضو عديت الوقت بتاعك. طيب استاذ ماجد، شايف ان انه انتخابات النادي فكره القايمه والمستقل، يعني مرشحين مستقلين او مرشحين بينتموا القايمه، ده بيخلي العداله في الانتخابات مفقوده؟ وهل تقدر تجاري القوائم؟ يعني واضح ان في قوائم موجوده في انتخابات الزمالك. هو بالنسبه للقوائم هي قوائم غير معلنه. يعني حتى يعني اللحظه اللي انا قاعد مع حضرتك فيها في ناس مجموعه معينه تقدمت، بس اكيد قبلها بكام يوم هتعلن واجتمعوا وفي نفس الوقت برضو يعني في شيء من ايه، من عدم الاتفاق على بعض الاشخاص. فقصه القوائم هي موجوده. طيب هل ممكن جمعية عمومية تتفق على قايمة؟ على مدار تاريخ نادي الزمالك
الماضي ده كله مفيش قايمة كاملة نجحت. وده برضه يعني يدي لحضرتك إيحاء على وعي الجمعية العمومية. أنا عايز أقول لك الانتخابات اللي فاتت كانت في قوائم اخترق اللي نجح الأستاذ هاني العتال. النائب الاستاذ هاني العتال والاستاذ عبد الله جورج الاثنين قدروا ان هم بشعبيتهم في نادي الزمالك يبقوا موجودين. وعلى فكره بس عشان الحق يقال صاحب فكره ان احنا نبقى بندي فرص لكل الناس وبهذه العداله وبدون اي انحياز لاي حد هو هاني العتال. وانسى العتال وهو رئيس مجلس اداره القناه. فالحقيقه الراجل يعني برضو عشان الحق يقال يعني ادي له حقه في الموضوع ده. فهو زي ما انت بتقول قدر يخترق فكرة القائمة. أنت عندك القدرة دي؟ أولا لما تعلن القائمة نبتدي بقى نشوف هل النهاردة القائمة دي لها قوتها على الأرض ولا هي مجرد يعني رأس قائمة بيحركها والأعضاء غير متوافقين. ما هي برضو فكرة القائمة انتخابيا لها ميزتها ولها عيوبها أو مميزاتها وعيوبها. فالطبيعي النهارده لما اجي اعلن ماجد الحنبلي والاستاذ محمد حمدي والاستاذ محمد شبانه في قايمه استحاله مثلا جمعيه عموميه هتتفق علينا مثلا احنا الثلاثه الا لو شايفه ان كل واحد موجود في القايمه يستحق ان يتواجد للصالح العام في المكان ده. نيجي النقطه اهم ما ينفعش ان انا النهارده يعني مش قصه قايمه والسلام يعني انا احط اي خمسه سته اقول ده قايمتي نجحوني بيها يا لا لا ما اصل النهارده يعني انا براهن على وعي الجمعيه العموميه في نادي الزمالك في حاجه. الزمالك بيتقال فيه كده ينجح بقايمتي يا لا انا عارف وعي الجمعيه العموميه عارفه مين القادر على خدمه العضو ومين غير القادر على خدمته. اعتقد ان ديت يعني في نادي الزمالك من زمان يعني القصه دي بدليل مش بدليل الانتخابات اللي حضرتك ذكرتها المره اللي فاتت. مهندس هاني العتال يعني جاب رقم ده اكتسح جاب رقم يكاد يكون مخيف 24000 تقريبا يعني جاب رقم في رقم ولا 26000 17 الاستاذ لا 24 ده 17 ده كان احمد سليمان انما هاني العتال 24000 لا كان 26000 بس الحاجه اكتسح النائب منصب النائب غير احمد جلال ابراهيم الحالي اثنين كسبوا المنصب النائب. وفي نفس الوقت كان الايحاء قبل الانتخابات مفيش انا اخشى ان انا بكون بدافع على الباشمهندس هاني العتال ولكن ده حقه يعني اخشى يقال ان انا جاي للدفاع ولكن برضو في لا للامانه لا والله ابدا يعني للامانه انا طبعا حد قال لك قبل ما تيجي قول ايه وما تقولش ايه اطلاقا اطلاق حد قال لحضرتك واقول لحضرتك مفاجاه انا ما اعرفش ان الاستاذ هاني رئيس مجلس الاداره غير يعني مش عايز اقول لحضرتك من ساعتين ثلاثه لا يا راجل يعني هو بالعكس هو طلب ومن غير ما يتدخل ولا يعرف مين الضيوف ده حمسني اكتر عايز اقول لك على حاجه يعني لا يعرف مين الضيوف اللي بيجوا للنهارده ولا يعرف الاسئله ايه ولا هنتكلم بس هو الراجل قال يا جماعه نبقى فير في انتخابات نادي الزمالك انا بقول لك ده حمسني الجمله اللي قالها الحقيقه لان ممكن يكون يعني باشمهندس هاني خارج المشهد ولكن في نفس الوقت بيدار بكل احترام بالنسبة للقناة أو لجمهوره لأنه هو له برضه جمهور شعبية كبيرة يعني طبعا. هاني العتال مش مجرد اسم تمام. لا في تاريخ طبعا في تاريخ في خدمات في أسرة في جمعية عريقة في نادي الزمالك في جمعية عمومية في جمعية يعني حاربت واخترته فانا برضو يعني ايه يعني قصه ان انت هو شايف بره المشهد انت شايف المشهد اللي هو عمله ده نموذج بالظبط لا هي قمه في الاحترام ده اللي عايز تقوله يعني قمه في الاحترام انا بره الانتخابات ولكن انا الانتخابات بالنسبه لي فير انا اقصد اقول لك انت المشهد اللي المهندس هاني العتال عمله الانتخابات اللي فاتت وهو خارج القايمه طبعا ونجح فانت شايفه طبعا. نموذج انت ممكن تطبقه اكبر اكزامبل انت ممكن تطبقه مثل انت ممكن تطبقه ده دليل ان نادي الزمالك مفيش قايمه مفيش قايمه النهارده بتشيل بعضها بالذات في نادي الزمالك يعني انا مش عايز اذكر رايها من دماغها يعني مش عايز لا جمعيه واعيه وجمعيه ما عندهاش ده صاحبي وده جاري وده عشان خاطري وده من فضلك وده يحلفه مفيش الكلام ده استاذ محمد حمدي انت موافق على الكلام ده؟ الى حد كبير يعني فكره يعني القايمه عامله لك ازعاج يعني فكره لان انا اللي انا اعرفه ان في ميكروفونات النادي بيتقال كده بيتقال يا لا والقايمه يا لا فالمساله دي مجهده بالنسبه لكم كمرشحين هل الجمعيه العموميه ممكن تلتزم بفكره أكيد القايمه ولا اكيد بس الجمعيه العموميه واعيه جدا لما بتقعدوا معاهم يعني تتكلموا لا الجمعيه العموميه واعيه جدا وهم مكونين افكار معينه وعندهم اختيارات معينه وما اعتقدش ان في قايمه كامله هتنجح
ده بالنسبه للقواعد. الفكره يعني انت شايف انه 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 لك فرصه كمستقل بالزبط. انك تخوض الانتخابات. طب هل ما حاولتش تدخل قائمه؟ لا انا ما حاولتش ادخل قائمه. وانا فضلت ان انا اخش على مقعد امين الصندوق فردي. كان لي حسابات معينه، الحسابات دي اتلخبطت الى حد ما. حسابات بمعنى ايه؟ ان كنت عايز تنزل منصب تاني مثلا؟ لا لا لا، انا محدد من الاول امين صندوق. انا يعني بحكم الدراسه، بحكم دراساتك، بحكم تخصصك بالظبط كده. مركز حسابات ايه؟ حسابات عايزة. كان في يعني كنت معتقد ان في ناس هتنزل وناس مش هتنزل. فلقيت نفسي زي مين كنت متوقع ينزل ما نزلش مثلا؟ لا يعني كنت متوقع، يعني ما كنتش متوقع ان في ثلاثة هينزلوا غيري على امانه الصندوق، كنت معتقد ان هم اثنين. اوكي، يعني انت وحد لغايه وقت معين، انت ومنافس تاني بس مثلا؟ لا منافسين وانا مثلا. الوقت بقى اربعه، انتوا اربعه، بقينا اربعه. ده في صالحك ولا مش في صالحك؟ لا هو مش في صالح طبعا، مش في صالح. لا مش في صالح. تمام. بس انا 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 واثق في اللي محتاج منك مجهود اكبر بالظبط. انا واثق في الناس اللي انا اعرفها جوه النادي. اللي انا بوصل لهم الفكره بتاعتي. وخد بالك كل اعضاء النادي هتشوفك دلوقتي، يعني انت في الاخر ومست الفقره دي ان انت بتقدر توصل لكل. انا برضو عاوز اذكر حاجه ان في ناس كتير مترشحين على مقاعد مختلفه، ناس محترمه جدا. انا عرفت ان في صديق مترشح على امانه الصندوق برضو، حد استاذ دكتور في جامعه الازهر، حد محترم جدا جدا جدا. مش لازم ان انا يعني ان انا عندي فكر معين او عندي استراتيجيه معينه. انت عايز تقول لجمال عمان تخبوا الاصلح وتخبوا الناس كويسه بالظبط، بس بصوا على الناس كلها، بصوا على الناس كلها. ده اللي عايز تقوله. وبصوا على فكرهم، هم بيقولوا ايه وبيتكلموا في ايه. تمام. انا مش عاوز اكرر نفس اللي بيتقال كل سنه. تمام. انا مش هو ده هدفي خالص. انا هدفي ان في لازم نعمل اساس لنادي الزمالك. لو احنا جه مجلس اداره ومجلس اداره عظيم جدا من غير الاساس، تمام، هنفضل في نفس الدوامه، نفس الدوامه اللي احنا الزمالك موجود فيها بقاله فتره. في حاجات مهمه لازم تبقى موجوده جوه نادي الزمالك. اهمها في الاستراتيجيه بتاعتي الكوادر. احنا نفتقد، رغم ان نادي الزمالك مليء بالعظماء، بس نفتقد الكوادر المتخصصه. لا، وتشجيع الكوادر انها تظهر. خد بالك ممكن مشاكل الزمالك الكتير دي مخليه الناس تحجب عن انها تظهر وتنزل الانتخابات. طب استاذ ماجد، متوقع اقبال من جمال هوميه؟ طبعا. ايوه، يعني برضو انا ببص لها. خد بالك ان كانت بتقال ثلاث ايام، بتتعمل يومين، بتتعمل بعدين بقى هي على يوم واحد. بص لجمال عموميه، انا زي ما قلت لحضرتك هي جمعيه واعيه بتختار مرشحها بدقه. مفيش حاجه اسمها انا هعزف على الانتخابات لان في ناس انا مش عايزهم، او في حد فارض نفسه على الانتخابات، او لا. نادي الزمالك مش كده. نادي الزمالك الجمعيه العموميه بتاعته وبياخد بيستمد برضه قوته من جمهوره. يعني طبعا لان هو جماهير الزمالك بجانب الاعضاء جمهوره. لما بخاطب حتى الجمعيه العموميه بقول انت صوتك بيمثل 10,000 عضو بره. طبعا، يعني الصوت ده الجماهير بالملايين. بالظبط. الصوت يعني الجمعيه العموميه احنا وصلنا ل 94,000. فالصوت الواحد بالنسبه للجمعيه العموميه ب 10,000. لان انت بتختار مجلس مفترض بيحقق طموحات الملايين دول. المجلس اللي جاي ده بالظبط مفترض انه يحقق طموحات الملايين، لان الجمهور ده اللي بيديك الباور. انت بتبقى دبل باور. لا، هو الجمهور الزمالك والاهلي والانديه الجماهيريه دي قيمتها ايه؟ الجمهور بالظبط. وفي نفس الوقت لازم تكون صوتك ده عارف ان انت بتمثل الالاف اللي بره دي، فلازم يكون بالدقه. الملايين مش الالاف. يعني لا، انا بتكلم عن واحد ب 10,000. تمام. مثلا سيم مثلا. تمام. فلازم يكون الاختيار بدقه. وزي ما قلت لحضرتك دايما جمال عموميه نادي الزمالك جمعيه واعيه جدا. يعني سواء بقى في كذا او في كذا، ولكن دايما الانتخابات في نادي الزمالك. انت كنت مع انها تتعمل على يوم ولا انتخابات؟ فكره اليوم دي انت عايز شايفها؟ عايز اقول لحضرتك حاجه. موضوع يوم او يومين او ثلاث ايام اعتقد ان هي برضو حجج بره يعني ايه المشهد. انا النهارده اللي هينجح على ثلاث ايام مش هيسقط على يوم. يعني هي قصه برضو. انا مش عارف حساباتها كانت ماشيه ازاي او فكرها لا ايه. لا، في ناس بتقلق يقول لك ثلاث ايام، انت عايز تقعد تحشي 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 تحشي، مش موصلني لجمال عموميه، فانت عايز تقعد تحشي كل يوم. يا سياده النائب، الخميس وجمعه في النادي انت بتخش في 40,000. شايف حضرتك الرقم؟ يعني خميس وجمعه
يعني اقصد ان يوم واحد مش مسبب لك ازعاج الموضوع نهائي، وانت متوقع الاقبال نهائي. اه طبعا اقبال طبعًا كبير يعني. عمر جمعيه عموميه نادي الزمالك ما خذلت مجلس ادارتها ايا كان هو مين. طب اجهز بقى عشان هتقول كلمه اخيره دلوقتي. استاذ محمد حمدي متوقع اقبال من جمعيه عموميه؟ ان شاء الله في اقبال. ويوم واحد ده مناسب جدا. اعتقد ما فيش انتخابات قليل جدا، انتخابات تتعمل على 3 ايام. الطبيعي ان هي تتعمل على يوم واحد. وده العداله للكل. العداله للكل. لاسباب كتيره. مش لازم نسرد دلوقتي، بس هو الانسب والاصلح ان هو تبقى على يوم واحد. على يوم واحد. وزي ما الاستاذ ماجد قال، اللي هيجي النهارده هو اللي هيجي بكره، فممكن يجوا كلهم في يوم واحد. وده هيبقى اصلح لل. طب انا اسال سؤال، انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل ال؟ لا خالص. اتقابلتوا هنا؟ لا اتقابلتوا هنا اول مره. اول مره تقابلوا هنا فعلا. طب ده بس هو امين صندوق يعني. هو محمد نازل امين صندوق. لا مش اقصدش في المنافسه، لكن فكره برضو التواصل وانتوا في الاخر بتنتموا. ما هو برضو هنرجع نرجع لنفس النقطه اللي احنا بدانا بها الحوار. المفروض تتقابلوا على الترابيزات وتتقابلوا يعني. المفروض زي ما قلت لحضرتك ووضحتها لك، ان في تحتيم. في تعتيم. هل الناس دي يعني سواء الوزاره او اللجنه الاولمبيه مش شايفين ده؟ في منوم مثلا يعني مش شايفين ان في انتخابات لاكبر نادي في مصر؟ مع احترام الباقي الانديه، حتى الميديا مش شايفه. انا مش فاهم حتى الميديا يعني. يعني لدرجه بقول لحضرتك اكبر نادي في مصر. طب انت ليك دقيقه تقولها بص في الكاميرا بتاعتك وكلم الجمال العموميه. طبعا انا بخاطب جمال العموميه المحترمه، وبشكر سياده النائب، وبشكر المهندس هاني العتال، وبكرر برضو يعني شكري ان هو خارج المشهد، وفي نفس الوقت اتاح لنا فرصه انا وزميلي. هو بيحاول هاي يوصل انه النادي فعلا يستقر عزيز، وبعد كمان عشان كده على المشهد النادي يستقر ويوصل لافضل حاجه يعني. ودي برضو من شام الرجال يعني، دي كلمه حق تتقال. انت فاهم يعني؟ انا الحمد لله يعني جاز اللي يعرفني كويس يعرف ان انا صادق. تمام. وصريح. تمام. وهو في الاول وفي الاخر عمل تطوعي. طبعا. انا مش طبعا. يعني ايه لا يليق في التكالب يعني. ربنا راضي الواحد. وفي نفس الوقت مش محتاج ان انا اتكلم في حق حد غرضا من اي شيء. مفهوم. ولكن دي كلمه حق لازم اقولها. تمام. تقول لي جمال عموميه بقى. شكرا المهندس هاني العتال. شكرا سياده النائب محمد شبان انه اتاح لنا الفرصه الكبيره ديت، اللي احنا ما يعني مش عارفين نوصل للجمال عموميه الا من خلال الميديا. وبوجه للجمال عموميه بقول لهم صوتك اعتبر ان هو بيمثل زي ما انا قلت 10,000 واحد، 10,000 واحد من جمهور الزمالك. لو انت حضرتك شايف ان ماجد الحنبلي لا يصلح اختار. لو انت حضرتك شايف ان في حد احسن من ماجد الحنبلي اختاره. المهم صالح النادي. المهم ان انا النهارده بتكلم وبقول نادي الزمالك اهم من ماجد الحنبلي، اهم من اي شخص ايا كان. حضرتك شوف الصالح ايه. ولكن ده مش معناه ان انا النهارده كمرشح او كواحد من الجمهور ان انا هتخلى عن الجماعه العموميه في اي ظرف. تمام. فانا وراكم وجنبكم، وفي نفس الوقت مش هتاخر عن اي حد في اي شيء ايا كان. تمام. ودي مناسبه اخيره، لو ربنا اراد ان شاء الله انا متبرع ب10 اعضاء من جمهور نادي الزمالك عن طريق مسابقه يشوبها الشفافيه من مالي الخاص. ودي تبقى كل سنه ان شاء الله. ايه بقى رحلة ايه؟ لا مش رحلة، ده انا بتبرع بعضويات ب10 عضويات على حسابي الخاص. تعمل لهم عضويات داخل النادي؟ داخل النادي. تمام. لان الجمهور ده يعني بالنسبة لي حاجة طيبة كبيرة جدا. لفتة طيبة طبعا. فانا تمام. بكرر تاني ان العشر اعضاء دول من حسابي الخاص. تمام. ويكونوا كل سنة على حساب ماجد الحنبلي، وده شيء صغير برده للجمهور. تمام. استاذ محمد حمدي بص للكاميرا بتاعتك وخاطب الجمعيه العموميه. الاول بخاطب اعضاء الجمعيه العموميه وبقول لهم يا جماعه انا عاوز اعمل اساس لنادي الزمالك، عاوز اعمل له استراتيجي بلان يستفيد منه النادي النهارده وبكره وبعده لغايه 50 سنه. الاستراتيجي بلان بتاعنا اللي هو 22-72، ده رقم واحد. رقم اتنين عاوز اخاطب
اخواتي المرشحين ان احنا لازم نتحد لصالح نادي الزمالك. هي فكره ممكن ما تكونش مقبوله عند ناس، بس انا شايف ان هي ممكن تحقق اللي بيحب نادي الزمالك. لازم نتحد، لازم نقعد مع بعض، لازم نحط اهداف مشتركه، اللي ينجح نزقه وندفعه لقدام، واللي ما يحلفهوش الحظ يقدم برنامجه لكل الناس، يقدم برنامجه طبعا ويساعد طبعا. مش هتبقى النهايه دي طبعا. البدايه انا طبعا. شايف ان الانتخابات دي لو احنا بنحب نادي الزمالك زي الانديه الكبيره طبعا. زي ما بنشوف انديه كتيره جدا طبعا. مش لازم نمسك في بعض ونتخانق ونقول ده حلو وده وحش، كل الناس زي الفل وكل الناس كويسه. لازم نتحد لصالح نادي الزمالك. انا بناشد السبعين مرشح يا جماعه نتحد لصالح نادي الزمالك. مين اللي يكسب؟ مش هي دي القضيه تمام. القضيه ان انا اعدي بنادي الزمالك. لازم يبقى فيه استراتيجي بلان. الف شكر. بشكر حضراتكم جدا استاذ ماجد الحنبلي المرشح على منصب نائب الرئيس. ان شاء الله في كل الاحوال يبقى التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ضيف عزيز علينا، واحنا دائما يعني مع المرشحين حتى الانتخابات يوم 11 فبراير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ان شاء الله استاذ محمد حمدي المرشح على امانه الصندوق. بشكرك شكرا جزيلا بالتوفيق. الف شكر للناس كلها بالتوفيق ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. هتشوفوا تقارير سريع، لقاءات مع النقاد المصريين اتعملت من خلال كاميرا اي تي سي الموجوده حاليا في الكاميرون، وايضا مع الكابتن فتحي مبروك سريعا عن اللقاء منتخب مصر ومع السودان. واحنا بكره اجازه جمعه وسبت الحد ان شاء الله. نلتقي في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء. اخر مباراه السودان يمكن نسبيا كان الاداء فيه سرعه، فيه رتم سريع شويه، ولكن منتخب مصر محتاج لاداء جماعي. يعني لحد دلوقتي يمكن التقييم فني بالنسبه لي انا شايف الاداء معظمه بيميل للفرديه، وعشان كده يمكن منتخب مصر الناس الجماهير يمكن لحد دلوقتي برضو مش راضي على الاداء. كسبنا السودان وكسبنا غينيا بيساو، ولكن الاداء لسه مش مرضي. لازم يكون اداء منتخب مصر اداء جماعي يرتقي بمستوى مصر ويرتقي باسم منتخب مصر. فاتمنى في ان شاء الله في دور 16 ان منتخب مصر بالثلاث مباريات اللي فاتوا يستفاد مستر كروش وجهازه الفني، يستفاد فنيا، يشوف الماتشات دي يستفاد فنيا، ويحاول بقدر الامكان يشوف ايه الامكانيات اللي منتخب مصر يقدر يأديها في دور 16. انا مش قادر اقيم لعيبه دلوقتي، ما تقدريش تقيمي دلوقتي اي حد من اللعيبه، ولكن اللعيبه بتادي حسب مستر كروش وحسب المدير الفني بيقول لهم التعليمات، ولكن لسه ما حدش ظهر بالصوره اللي تقدري تقولي كويس جدا. انا باستثناء يمكن محمد الشناوي حارس المرمى، الباقي كله لعيبه عاديه او كله في توظيف في مكانه بيأدي الدور اللي بيطلبه منه المدير الفني. اتمنى يوصل الادوار النهائيه، ده حق منتخب مصر. يعني منتخب مصر خد بطولات قبل كده وخد بطولات على ايدي مديرين فنيين مصريين، اتمنى انه يوصل الادوار النهائيه ياخد بطوله. لسه الاداء يعني لسه مش ده منتخب مصر يعني اللي احنا عارفينه برضو. في استحواذ كويس وفي، لكن فاضل حاجات كتيره طبعا موجوده، ان احنا نوصل للجول اكتر، نجيب جوال اكتر. اعتقد اللي جاي هيبقى اصعب بالنسبه لنا، لان شفنا البطوله فيها فرق كبيره جدا طلعت زي غانا ومستويات زي السنغال جايبه جول واحد ووصلت وكانت اول مجموعه، يعني بطوله غريبه الشكل. يعني اداء مصر الحقيقه يعني بنبارك الاول الفوز والتاهل، لكن الحقيقه الاداء لم يكن متوقع. اعتقدنا ان منتخب مصر يقدم مباراه افضل فنيا بمراحل من هذا الاداء، ولكن حققنا الهدف المطلوب هو الصعود، ويبقى الدور الاكبر بالنسبه للمنتخب في المباريات القادمه. لو جينا اتكلمنا فنيا، لا المنتخب في الشوط الاول قدم كره الى يعني مقبول لحد ما، لكن في الشوط الثاني لا، شايفين في توهان، في عدم تركيز، غياب الروح نفسها عند اللعيبه نفسها في الشوط الثاني، ده كنا مفتقدينه. وده الفتره الاخيره يعني نقطه خطر، ويعني لازم كل الجهاز الفني يتنبه لها سريعا قبل دور ال 16. كل المنتخبات دلوقتي بقت منتخبات قويه ومنظمه،
مستويات متقاربة جدا. البطولة بشكل عام بتأكد دوت، مفيش دلوقتي بقت قوة كبيرة وقوة صغيرة. شفنا المنتخب الجزائري مش في أحسن حالاته، شفنا المنتخب السنغالي يصعد بركلة جزاء وحيدة في الثلاث مباريات. بنتمنى كمنتخب مصر إن هو يوصل لأبعد مدى في الفترة اللي جاية، عايزين الأدوار اللي جاية يوصل للنهائيات إن شاء الله. أتمنى ناخد البطولة، شايفين البطولة في المجمل ككل الأداء غير جيد للمنتخب وفيها مفاجآت كتير.